بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم 2-0، بس اسمحوا لي النهاردة هو تقريبا بقى 1-0، لأن النهاردة منتصر رفاعي بعني وبيغيب عن حلقة النهاردة، وعنده بيلقي محاضرات في الإعلام الرياضي في المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية. ربنا يوفقه ونقول له منتصر المرة دي مقبولة وعديناها، لكن بعد كده جماهيرك منتظراك ومش مسموح بأي اعتذارات. عموما انا معاكم النهارده في حلقه استثنائيه زي ما قلنا قبل كده. مش هطول معاكم في الانترو لان معايا اتنين قامات كبيره جدا، ناس بتتكلم كويس، ناس عندها رؤيه. معايا كريم ابو حسين الدينامو، ومعايا الهضبه عماد درباله، هيشرفوني بعد الانترو مباشره. خليني الاول قبل ما استقبل ضيوفي وقبل ما اطلع الفصل الاولاني نتكلم شويه عن حاجه النهارده عامله تقريبا بروباجندا على السوشيال ميديا، وهي العاب الصالات في نادي الزمالك، والمناسبه تصدر نادي فرق نادي الزمالك في الباسكت والسله والطايره للدوري العام، على الرغم من ان هذه الفرق بتعيش نفس الظروف اللي بيعيشها فريق كره القدم ونفس الاطفال اللي بيلعبوا في فريق كره القدم. لذلك من هنا انا بناشد المجلس الحالي، المجلس المؤقت، المستشار عماد عبد العزيز وباقي مجلسه، بقول له بالله عليك خد لاعبي كره القدم واقعد بيهم شويه في العاب الصالات، اقعد بيهم في صاله حسن حلمي يتفرجوا على ماتش الطايره، ان شاء الله طابور ذنب زي بتاع الجيش اللي كنا بنعمله زمان، يتفرج على ماتش طايره، تدريب باسكت، ربما فيروس الانتماء والولاء وحب النادي المغروس في هؤلاء الابطال اللي بيلعبوا في ظروف صعبه جدا وقدروا يسعدوا جماهير الزمالك، لدرجه ان النهارده في صوره قدامكم للاسف منتشره انا مش سعيد بيها طبعا، الناس عاملين علامه اكس على فريق كره القدم وبيشيدوا بيدعموا بباقي الالعاب الجماعيه. ليه؟ لان الالعاب الجماعيه يمكن يا جماعه بتعيش مرحله اخطر كمان من مراحل كره القدم. الناس دي بتلعب تقريبا مجاني، مش مجاني انهم ما بياخدوش فلوس، مجاني انهم لهم شهور متراكمه كتير، يعني عندهم مستحقات ما خدوهاش. بيعملوا ايه؟ بالله لعيب من اليد بيصاب بكسر هتلر، اللعيبه بتجمع من بعضها من الجهاز الفني وبتروح تعالجه في الامارات. نفس الكلام في الباسكت ونفس الكلام في الكره الطايره، والنتيجه ايه؟ ان الفرق الثلاثه متصدرين الدوري. ده معناه ان حب الزمالك لسه موجود عند ناس بتحس وبتحس بجماهيرها، مش عايز اقول عندها دم اللي احنا ما خلتش احنا نغلط. لعيبه كره القدم في نادي الزمالك في عالم تاني للاسف الشديد، كتير من اللعيبه في حاله عدم تركيز، عدم ولاء بشكل كافي. عندنا واحد زي زيزو، انا اسمع انه قعد مع مسؤولين في النادي الاهلي ويبدو انه خلص، فيبدو انه بيسير على خطى محمود عبد المنعم كهربا. فمن هنا بقول اللي يستحق الدعم ويستحق الاشاده فريق كره السله، اللي بصراحة أنا عامل لي أنا حالة خاصة جدا، لأنه الموسم الماضي كان الفريق في حالة سيئة مع المدرب الكبير جدا طارق سليم. طبعا طارق سليم ما كانش عنده أدوات كاملة، النهاردة في مدرب أجنبي، النهاردة في مدرب عام ياسر عبد الوهاب ابن النادي ملك الثلاثية زي ما بنسميه، اللي ضحى بعمله وبظروف شغله في قطر ونزل عشان يكون موجود مع فريق كرة السلة، وقدر ياسر يغرس فيهم الروح اللي كانت موجودة لما كان هو بيلعب كرة سلة، والفريق بيقدم مباريات ولا اروع، اخرها امام سبورتنج وعمل جيم كبير جدا وقدر ينجح الفريق بعد اكسترا تايم انه يخطف فوز ويعتلي بطوله الدوري. فريق اليد حدث ولا حرج، نفس القمه، نفس الاداء، نفس الروح، وايضا فريق الطايره اللي انا بعتبره هو النجم الاول لفرق الصالات هذا الموسم. لذلك انا بعيد تاني وبكرر وبناشد مجلس الزمالك المؤقت والمستشار عماد عبد العزيز، بقول له خد اللعيبه بتاعت اليد بتاع كره القدم، قعدهم في الصالات، اتفرجوا على تدريب، اتفرجوا على مباراة، ربما ياخدوا نفس الجينات اللي موجودة عند اللعيبة ويقدروا يحافظوا على القمة اللي أصبحت مهددة. مهددة ليه؟ لأن المنافس ما لعبش عدد من المباريات، بالإضافة للخروج المهين أو الهزيمة المهينة من بطولة أفريقيا اللي بتقرب بخروج الفريق، هزيمة رايح جاي أمام الترجي التونسي. حال كرة القدم في نادي الزمالك يستحق وقفة، وأنا مشفق على جماهير النادي وعندي مئات الفيديوهات، ناس بعتنها وزعلانه وناس بتبكي وناس حزينه على الحال اللي وصل له فريق كره القدم. ده امتى وانت معاك افضل مجموعه لاعبين ربما من 20 سنه فاتت، لكن نص اللعيبه انشغل بالمستحقات ونص التاني انشغل بانديه تانيه بيكلمها للاسف، ولا يستحق البقاء في الزمالك الا اللي بيشتري الزمالك والخطين الحمر. وفي بعض اللاعبين جوه النادي ممكن نقول هم لعيبه كبيره وما سعوش ورا ده، منهم مثلا الونش لاعب رائع جدا، جنش حارس المرمى، عندنا طارق حامد، في اكتر من لاعب ممكن يبقى قدوه ومثل، لكن المشكله في باقي مجموعه اللاعبين. عشان ما اطولش عليكم في الانترو برضو، يعني يمكن اللي فات نظري الايام الاخيره اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لتشكيله الفريق. انا طبعا ما عنديش كومنت، يعني مش هنهاجم حسام البدري، حسام مدرب محترم
واخد 8 نقاط في لحد النهارده في سباق القمه، وبيعتلي القمه بالتساوي مع احدى الفرق اللي معانا. لكن انا بقول له الكابتن حسام، انا شخصيا كنت اتمنى اشوف اوباما في المنتخب، لان انت عندك اللعيب اللي هو رقم 10 ده غايب جدا. اوباما لعيب تكتيكي عالي، حتى لو غاب عن مستواه شويه لما بيرجع يقدر يرجح كفه اي فريق. السؤال الثاني برضو، ليه محمد عبد المنصف مش في المنتخب وليه جنش في المنتخب؟ او احنا بنتكلم بشكل حيادي، جنش حارس مرمى الزمالك، انا شايف الاحق منه باللعب المنتخب مصر الفتره دي محمد عبد المنصف، اللي عامل مباريات اكتر من رائعه، اكتر من رائعه، يستحق انه يكون بالفعل متواجد في تشكيله منتخب مصر. اما غياب محمد ابو جبل فهو منطقي وطبيعي طبعا لسبب غياب ابو جبل عن المشاركه في الماتشات الاخيره. في حته كمان يمكن هناقشها مع ضيوفي، خصوصا مع مد رباله ومع اخويا كريم ابو حسين، انه الزمالك النهارده، الزمالك على الرغم من انه من يناير الى اليوم عدى فتره كبيره، يمكن ثلاث شهور تقريبا داخلين، الزمالك بيسجل 17 هدف. طبعا ده رقم لا يليق بعدد اللاعبين الكبار وبالارقام الفلكيه اللي بيعتقدوها من نادي الزمالك. في المقابل اللاعبين المعارين من الزمالك في يناير الانديه اخرى مسجلين 22 هدف. اذا الثلاث اربع لعيبه اللي ضربتهم برجلك قلت لهم شكرا، سجلوا اكتر من كل اللي سجله فريق نادي الزمالك من يناير لحد النهارده. اخطاء كتير، في مشاكل كتير، اعتقد عندنا اكتر من موضوع هنتكلم معاهم النهارده مع ضيوفنا الهضبه، انا مصر اسميه الهضبه لانه جماهير الزمالك بتحب تسميه كده، وكمان عندنا كريم ابو حسين الدينامو برضو اللي جماهير الزمالك بتحبه جدا، خصوصا مع عمله الرائع مع اخونا احمد جمال في برنامج في الجول على قناه الحدث، عاملين حاله جميله، اتمنى لهم دايما التوفيق. اسمحوا لي نطلع فاصل صغير وبسرعه علشان ما اضيعش وقتكم، استقبل كريم ابو حسين وعماد دربالة. رجعنا لكم مره تانية بعد فاصل قصير، واسمحوا لي في الاول ارحب بالضيفين اللي انا بعتبرهم ضيوف من العيار التقيل، اخويا وصديقي ورفيقي كمان كريم ابو حسين الدينامو، كل الجماهير وخصوصا جماهير الزمالك بتحبك يا كريم. حبيب الصبح، اهلا وسهلا بيك ومنورنا في البرنامج 2-0 مع جماهير 2-0. حبيب الصبح، ورحب بيكم كل مشاهدينك، وفخور وسعيد ان انا مع قامه وقيمه كبيره زي حضرتك، استاذنا في الصحافه واستاذنا في الاعلام، يعني يا رب نكون ضيوف خفاف بس على جميع نادي الزمالك. ننقل بقى على الهضبه، لو ان انا عارف ان مصر فيها هضبه واحده. عماد دربالة المحلل الجميل المحترم اللي برضه الجماهير مرتبطه بيك بشكل كبير، اهلا بيك يا عمده معانا. ربنا يخليك، والله شرف كبير جدا اصلا ان جماهير الزمالك تعتبرني اي حاجه تخص نادي الزمالك. سعيد جدا ان انا معاكم، كان نفسي من زمان قوي اطلع معاكم في الحلقات بتاعت الصحفيين. سعيد جدا والله، انا لما كنت بظهر هناك في القناه كنت دايما اقول لهم والنبي خديني معاكم مره في الحلقات اللي فيها صبحي عبد السلام وكريم، نفسي اطلع مع الناس دي، بس كانوا دايما يقولوا لي لا دي حلقه صحفيين بس، لان صراحه كنتوا عاملين حاله حلوه قوي وكان فيها ضرب نار وكنتوا بتدافعوا عن نادي الزمالك بشكل كويس قوي. طب خليني اقول لك، اول ما دخلت عليا انت وكريم في الاستراحه انا قلبي اتقبض، انا خايف منكم. حول الله، روحنا بقى كريم بقى خايف من كريم بقى، انا خايف منكم. وبما اني خايف وكريم بتاع المدفعات تقيله، خلينا نبدا من الاول يا كريم ونتكلم عن المخالفات. كان في مخالفات، بص على طول، مخالفات في نادي الزمالك على اثارها، او يقال لان ما عندناش نيابه ولا عندناش حاجات ثوابت حاطين ايدينا عليها، وتم تجديد مجلس اداره نادي الزمالك. على الجانب الاخر يقال ان في برضه مخالفات ماليه كتير في النادي الاهلي، وانا اعتقد ان انت عندك بعض الارقام اللي تقدر تفيدنا بيها. هل شايف في كيل بمكيالين بين اداره الزمالك واداره الاهلي؟ في كيل ب 20 مكيال، مش مكيالين بس. في التعامل مع هذا الملف الشائك، اللي هو انت يعني للاسف اللجان دي لما اتشكلت من وزاره الشباب والرياضه واللجان الرقابيه، وكان الامر كله دبر من اكل نادي الزمالك، وكان القصه كلها كان المقصود بها نادي الزمالك. لحد هذه اللحظه واحنا بنتكلم حضرتك، لسه اللجان دي بتمارس عملها في انديه وفي اتحاد الكوره وفي لجنه اولمبيه. لماذا؟ 100 علامه استفهام كل هذه الشهور الطويله جدا. اذا كنت بتتكلم على ان الكم او على ان الامور اللي بيتم مراجعتها والتدقيق فيها والتفتيش عليها ماليا واداريا في نادي الزمالك، فانا اقدر اقول لك من هنا عزيزي المسؤول، عزيزي المراقب، عزيزي المفتش، نادي الزمالك هو النادي الاكبر في مصر، هو النادي الاكثر من حيث عدد الالعاب والرياضيين والاشتراكات اللي فيه والكلام ده كله، والجمعيه العموميه وبالتالي انت قدرت بقدره قادر ومعاك 7 ارواح حضرتهم، وقدرت
تحصر وتقول ان في ملاحظات وفي تقارير وفي حاجات على مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور ومجلسه الموقر، في حين ان انت في النادي الاهلي، في اللجنه الاولمبيه، في اتحاد الكوره. انا لحد امبارح كنت في اتحاد الكوره اللي كان شغال. اشمعنى يعني معقول اتحاد الكوره الاربع مكاتب او الخمس مكاتب دول ما عرفناش نلم شويه الورق وشويه الكام فايل اللي موجودين دول؟ خلص اشمعنى الزمالك بقى اللي طالما انا بقول لك وكان الامر مدبر من اجل نادي الزمالك، وان احنا نجد شماعه وهي شماعه غير مقبوله مرفوضه من الراي العام كله بلا استثناء، مش بتكلم على جميع نادي الزمالك بس، وهي قصه المخالفات. بدليل اين هي هذه المخالفات؟ لقد بح الصوت، يعني خلاص طف الصاع، زهقنا، طلعوا ابوس ايديكم طلعوا لنا هذه المخالفات. عشان قلوبنا بقى احنا نرتاح. احنا خلاص انتوا خلاص، ما المخطط كله يعني ما شاء الله الله اكبر ماشي بخطه ثابته، ووصل لمرحله للخطوه للمحطه النهائيه وهي تدمير لاعبي نادي الزمالك بعد القضاء على مجلس اداره المحترم برئاسه مش مرتضى منصور، بعد القضاء على الفريق، بعد القضاء على النادي اجتماعيا، بعد القضاء على كل يعني جماهير نادي الزمالك نفسها تم القضاء عليها وتم قتلها واحباطها معنويا. انت دلوقتي ما فاضلش لعيب نادي الزمالك دلوقتي خلاص بعد الصوره اللي انت عرضتها دي، دي صوره يا ان لها الجبين والله العظيم وتدمع لها العين والله العظيم نحزن، والله العظيم نحزن، لان دي مش جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك كان بيتعرض لاكثر من كده ومع ذلك كانوا بيقدروا يقفوا ويعملوا، لكن لما يشوفوا ده من لعيبه نادي الزمالك الفريق الاول، ولما يشوفوا ده على مستوى الاداره، ولما يشوفوا ده على مستوى البطولات، ولما يشوفوا ده على مستوى الهزائم والخفقات، لا بصراحه كتر الف خيرهم واستحملوا سنين كبيره جدا جدا، وانت واحد من الناس دي، انت ليك من قبل ما احنا نتولد وانت في نادي الزمالك ومعاشر المعاناه اللي تمت دي كلها في اللي بيحصل، التخبط الاداري والقضاء على نادي الزمالك. كل ما نادي الزمالك ده تقوم، انا هقول لك احصائيه دلوقتي في وسط الكلام واحنا بنتكلم، كل لما الزمالك ده يقوم وياخد دوري ابطال افريقيا ويوصل ازاي بقى، لازم تهده، لازم توقعه، لازم تكسره، لازم ترجعه نقطه صفر تاني. وبالتالي ورجع احنا لما توصل مرتين نهائي افريقيا وكنت وتناطح ماتش النهائي القرن وكنت قريب جدا ان انت تكسب وتاخد البطوله، لا ازاي ما يسمحلكش ان انت تاخد البطوله عشان خاطر ما ترجعش تاني انت البعبع بتاع افريقيا وانت الاسد بتاع افريقيا، لدرجه يا راجل ده وصلوا لنا وعايزين عايزين يقنعوا الناس ان السبعه اكتر من التسعه. يعني خلاص احنا الامور يا استاذ صبحي ده قطعك في حته صغيره يا كريم. انا قلت في 93 و94 الزمالك خد دوري افريقيا ودوري عام وكاس مصر وكسر الدنيا. انا هجيب لك الاحصائيه كلها. حل المجلس 95. الزمالك كسر الدنيا في 2003 و2004 وخد كل بطولات الارض. سبع بطولات تقريبا. وكان طبعا سبع بطولات. وايه اللي 2005 تم حل مجلس الاداره. حل. الموسم الماضي الزمالك واخد السوبر المصري السعودي، واخد الكونفدراليه، واخد بطوله كاس مصر. سوبر افريقي تجميد المجلس سوبر افريقي وسوبر محلي بالظبط سوبر خمسه. فاهمني يعني هل يبدو الزمالك بيتعاقب مع كل بطوله بيحصل عليها؟ هو احنا من البدايه خالص، ودي خلاص يعني جماهير نادي الزمالك كانت يعني الفتره منها بعدت بس يعني شويه، كانوا يعني ابتدوا يتفائلوا بالامل وان احنا خلاص الزمالك طول عمره بالمناسبه يعني نادي بطولات، والزمالك طول عمره وكان دايما هو المتفوق، ولكن انت العشريه السوداء اللي حصلت الله لا يعودها يا رب، ويا رب ندع نهايه ندع نهايه ان شاء الله ربنا يتدخل. ربنا كبير، ربنا كبير وموجود، وان شاء الله يكون في وقفه لهذه المهزله ما نضطرش ان احنا نعيش العشر سنين العجاف تاني دول يرجعوا تاني. فانا بقول لك ان موضوع المخالفات هي كانت القصه. لا معاك، لا على الجانب الاخر بقى، على الجانب الاخر انا بقول لك يعني انا الموضوع كله يعني ظهر لي كده وكان هو المقصود منها ان احنا نروح لنادي الزمالك ونخترع اي فيلم ونخترع اي بند ونفتي في اي كلام ونطبق، مش لاقيين. انا اتحدى والتليفونات موجوده والمداخلات متاحه للجميع، اي مسؤول في وزاره الشباب والرياضه في الشؤون القانونيه في لا في سياقنا دلوقتي اي حد موجود في وزاره الرياضه في الشؤون القانونيه يطلع يقول لي استند على ايه؟ لايقاف واستبعاد مجلس اداره نادي الزمالك. تجميد قانون الرياضه، لا ايقاف واستبعاد، ما قالش تجميد ولا قال حل، لانه لو كان هو احنا كنا نتمنى، انا كان نفسي انه يحل مجلس الاداره، وكانه بيستبعد اوباما مثلا، كان نفسي والله العظيم انه يقول لك مثلا احنا حلينا مجلس الاداره، كان مجلس الاداره رجع من اول جلسه في القضاء لو كان قال كلمه حل دي لحد الان. وعشان كده انا هقول لك ليه السبب اللي كل الناس دلوقتي طالعه في مجلس مؤقت وهيحل المجلس ويحل اللجنه ويجيب، ما يقدرش. احنا لابسين في اللجنه دي لحد الانتخابات 31/7 بقى 31/11 الله اعلم، بس انا بقول لك من دلوقتي اهو لو حصل ان هو مثلا تدخل هيتدخل بتغيير اشخاص، لكن لا القانون ولا اللائحه اللي تم ابطالها يقدر الجديد يقدر مش انتخابات مبكره اصلا ما يقدرش. لا هو يعني خلاص هو هيشتغل على القانون المصري، لا هو هيشتغل على القانون البند اللي هو بتاع يهما اقرب اللي هي بتاع الدوره الاولمبيه او موعد الانتخابات، فخلاص هو هيشتغل على الدوره الاولمبيه هتخلص 7 هيبتدي الانتخابات في اخر 7 على طول. لكن هو مش هيقدر، وبقولها هو من دلوقتي واتحدى ان هو يقدر يجيب مجلس معين
او انه يجيب او انه يعين مجلس تاني او ان هو يبتدي يحل اللجنه دي، لان اصلا لو حل اللجنه دي هي اصلا هو مبني على باطل فهو باطل. اللجنه دي موجوده اصلا بقرار خطا، البند 15 في اللائحه بتاعت نادي الزمالك اللي هي اللي دلوقتي اللي تم خلاص الغائها. انت دلوقتي الغائها، هي لسه الصيغه التنفيذيه طبعا عشان صاحب الدعوه مش هيوديها طبعا فمش هتطبق، فالناس مستمر. لكن هو اصلا لو ده لو المستشار مرتضى الموجود كان زمان الصيغه التنفيذيه دي في النادي بقى لها 10 شهور مش بقى لها يومين من سعيده من ساعه الحكم. لكن ما دام المصالح تتصالح اوكي مش هنودي الصيغه التنفيذيه، اوكي وزاره الشباب والرياضه مش هتسال على الصيغه التنفيذيه، اوكي مش هحل اللجنه الموجوده لانه مجبر غصب عنه لو حل دي ان هو يجيب المجلس الموجود. المخالفات بقى اللي احنا بنتكلم عليها والتقرير اللي موجود في مكتب الاستاذ احمد الشيخ المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه، انا اتمنى وبخاطب الجميع، انت خلصت وتقريرك في النادي الاهلي، ليه ما طلعتش قلت بالظبط هل النادي الاهلي، هل النادي، هل اللجنه الاولمبيه، هل اتحاد الكوره، ما فيش اي ملاحظات كده خالص على الناس دي في لجنه التفتيش المالي والاداري اللي اتشكلت؟ لا في يا فندم، وفي تقارير موجوده في وزاره الشباب والرياضه. وانا مش بقول الكلام ده انا مثلا مش جايب بقى انفراد وطالع، انا بقول لك انا معالي الوزير يعني اشرف صبحي مع الزميل الاعلامي الكبير الجنرال مدحت شلبي، قال لك بيبقى في حاجات في النادي الاهلي ونحن بنغض الطرف. انا انا دلوقتي اجبت من انا بقول لك يعني المسؤول الكبير عن الرياضه المصريه والوزير الشباب والرياضه نفسه قال لك انا بغض الطرف. كمان كنا نتمنى ان انت تراعي مشاعر 50 مليون زملكاوي وتغض الطرف على الملاحظات اللي احنا برضو لحد الان مش لاقيينها، لحد الان بنسال عليها. انا نفسي والله العظيم وبضم صوتي صوت مستشار مرتضى منصور، طلعوا هذه المخالفات، ريحوا جماهير نادي الزمالك وردوا علينا قولوا لنا ايه الغلط، ايه الموجود. لو مثلا في حد، انا بقول لك انا يعني من واقع قربي من المجلس، متابعتي بحكم شغلي كناقد رياضي في المصري اليوم للقضايا، في 136 ورقه في هذه الملاحظات ماشي، 135 منها مثلا موظفين وامور عاديه وامور اداريه وفواتير كهرباء وفواتير ميه وفواتير. ما تظلمش بس يعني الوزير لانه الراجل قال مساس، هتنقل من كلامك واخد بنفس حته المخالفات واتنقل ليك انت من طنطا. انا اعرف ان طنطا في نفس توقيت تجميد مجلس اداره الزمالك او حله كان موجود مخالفات ربما تكون صارخه اكتر في نادي طنطا، مش كده؟ وليها ارقام ممكن تكلمنا عنها بالبيانات اللي عندك. انا طبعا بروفا كريم ما شاء الله كلامه منظم جدا وحد درس الموقف بشكل كويس. وانا جاي بقى يدوف ولا ايه؟ لا كنت مستمتع وانا بسمع كريم الحقيقه. انا ما بفهمش خالص في القانون يعني، بس الصراحه ايه كنت قاعد منبهر بالكلام اللي بيقوله. المخالفات بتاعت نادي الزمالك دي يا كريم عارف عامله زي ايه؟ زي الاسلحه النوويه بتاعت العراق اللي لسه بندور عليها لحد النهارده. لا بس خلي بالك انت هترجع تاني للمولوتوف بتاع طنطا. ما هجيبهولك. ما تهربش، انا عارف انك انت تقريبا في مشروع الترشح لانتخابات طنطا اللي جاي. طيب خلاص اهو عملنا لك دعايه، بس قول لي بقى الارقام. حلوه الدعايه دي. قول لي الارقام. بقول لك تاني، الموضوع عامل زي الاسلحه النوويه اللي كنا بندور عليها في العراق وقعدوا ضربوا العراق في الاخر اعتذروا. وفي الاخر قال لك احنا اسفين بعد 10 سنين. احنا مش حاجه بعد ما شرد العراق قال لك احنا اسفين. بعد ما اعدموا الرئيس والدنيا باظت خالص في البلد قالوا كده. هو ده تقريبا اللي بيحصل في نادي الزمالك لغايه دلوقتي. انا كمان نفسي والله اعرف المخالفات بتاعت مرتضى منصور فين. يعني انا الراجل اعرفه برده ما كانش ليه علاقه بيه زيكم. انا ما كانش ليه علاقه بيه زيكم، ولكن انا في حدود الاحتكاك البسيط قوي بالراجل انا شفته راجل قوي صراحه يعني. طب انا هضطر اقطعك لان انت خايف ومعانا ياسر عبد الوهاب ملك الثلاثيه. يا ملك اهلا كابتن صبحي. يا سور ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازاي صحتك انت؟ الحمد لله كله تمام. عايز اقول لك انتوا اسعدتونا وفرحتوا جماهير نادي الزمالك بالطفره الكبيره اللي حصلت في مستوى كره السله السنه دي، غريبه جدا مختلفه عن الموسم الماضي مع الكابتن المحترم طارق سليم. قول لي جاي مين معاكم، عصا سحريه ولا ايه يا ياسر؟ لا الحمد لله احنا بنكمل شغل بعض. انت عارف كابتن صبحي اي جهاز بيجي او اي مدرب بيمسك بعد جهاز او مدرب قبله هو بيكمل شغله، فدي يمكن الثقافه اللي احنا تعودنا عليها من واحنا بنلعب، عارفين ان المدرب اللي بيجي بيكمل شغل المدرب اللي قبله. طبعا احنا شكرنا الجهاز اللي كان قبلنا واستفدنا منه وكملنا شغلهم. بس يعني ياسر اقدر اقول انت كان عندك روح عاليه جدا لما كنت بتلعب، مش كده؟ انت واحمد عادل عبد الفتاح والمجموعه اللي كانت معاك، تفتكر انت قدرت تنجح توصل للعيبة هذه الروح في الفترة الزمنية القصيرة اللي فاتت؟ شوف يا كابتن صبحي، يمكن احنا يمكن اول ما جيت مع الفريق اتكلمنا مع اللعيبة، وانت عارف دلوقتي ان احنا اللعيبة دي يعني في احتراف غير الاول. يعني الاول كانت لعيبة الفرق في الاندية كلها مش في الزمالك بس، هو من ولاد النادي من المراحل السنية.
دلوقتي لا، هتلاقي يمكن نص الفرقه من اللعيبه من انديه ثانيه ومن انديه كانت منافسه ليك يعني. يعني انا قلت لهم كلمتين بس، يعني انا مدرب، كنت لعيب في النادي ودربت بره ودربت في النادي، لكن في الاخر يعني والاول انا مشجع مدرج، يعني انا مشجع زملكاوي. اي لعيب بيدخل نادي الزمالك مهما كان من انديه بره النادي، خلاص ما دام لابس تيشيرت النادي بقى هو خلاص النادي ده بيته، فمش مقبول اي كلمه او اي حاجه على النادي تتقال ولو حتى بالتهريج يعني بالاطار. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يمكن فقدت الثقه شويه قبل كده، فاحنا كان هدفنا اول حاجه ان نرجع الثقه للعيبه دي. احنا يمكن انت عارف ان احنا مسكنا الفريق كانت القايمه مقفوله، يعني ما نقدرش ندعم لعيبه من بره. لكن احنا عندنا قناعه دايما ان اللعيب مفيش حاجه اسمها اللعيب ده وحش اللعيب ده كويس. انا مقتنع تماما بالتدريب، يعني اللعيب هو حتى لو مستواه نازل شويه او مش كويس بالتدريب والشغل هيرجع مستواه. ده اللي احنا عملناه، يعني عملنا برنامج تدريبي على فترتين يوميا صبح وبعد الظهر. اي لعيب تتخيله لو عملت معاه الشغل ده لازم هيبقى كويس. فاهتمينا بالناحيه الفرديه للعيبه، وطبعا مع برنامج بدني وفني، اعداد عام واعداد خاص واعداد قبل الماتشات، ودخلنا على الماتشات. يمكن جمهور الزمالك كان عنده مشكله مع اللاعبين ومع الاجهزه، ان دايما كان في انتقاد للعيبه ان هي يعني ما تصلحش تلعب في نادي الزمالك، ما تلبسش تيشيرت، الكلام اللي انت عارفه ده يعني. طب حلو، بالنسبه للعيب الاجنبي كان نفس الموضوع. كنت هسالك على الازمه بتاعته القيد يا ياسر. ازمه القيد اللي كانت موجوده للاعب الاجنبي كمان ستوكلين. لا مش ستوكلين، اللاعب الحالي الورثر دلوقتي. كان في طلب من جماهيري انه لازم يتغير يعني. احنا اصرينا ان اللعيبه دي هي اللي موجوده دلوقتي، دي المتاحه ودي اللي هنشتغل عليها، ودول هم الاداء بتاعتنا ولعيبه كويسه، بس ناقص شويه شغل يعني تدريبي. المحترف نفس الكلام، والحمد لله يعني، الحمد لله يعني التوفيق من عند ربنا وشويه شغل، اللعيبه دي فعلا ظهرت بمستوى كويس. الجمهور كان بيطالبنا في اول ماكينه ان احنا بس يعني اختاروا، بس مش يعني بكلمه عارف الدرجه كده، ان مش بفضايح يعني، اختاروا بس بسكور قليل كويس كده يعني. هم اتفاجئوا ان الحمد لله ان احنا بنكسب مباريات كبيره، يعني لعبنا سموحه ثلاث مباريات دلوقتي كسبناهم، كسبنا الاتحاد السكندري، كسبنا نادي الجزيره، طلعنا مع النادي الاهلي مباراه كبيره جدا باكستراتايم، وكان في اخطاء تحكيميه كانت واضحه، ما كانش توصلنا للوقت الاضافي، لولا بس اللعيبه عندنا كانت عامله فاولات كنا كسبنا برضو المباراه. فزعت طموح الجماهير عالي جدا دلوقتي، وبقى بيطالبوك بالبطوله، دي حاجه بتسعدنا طبعا، يعني تسعدنا ان الناس التفت حوالين الفرقه وبقت بتدعمها وبتطلب منك بطوله، يعني معناها ان انت فريق جيد، فريق كويس. وده طبعا تغير كبير من اول ما استلمنا الشغل الى لغايه دلوقتي يعني. كويس يا ياسر، اسمح لي اسالك سؤال بمنتهى التواضع. اتفضل. مين اكتشفك كمدرب وقدمك لاول مره؟ حبيبي كابتن صبحي، يعني بص انت، وانا بلعب وانا بدرب حبيبي يا ياسر، وانا بلعب كان كابتن صبحي مدير الفريق. وكان بيدعمني بطريقه غير عاديه، لان انا يمكن كنت في الوقت ده بقالي فتره يعني خلاص يعني كبرت بقى وكده، لا لانه انا لعيب وانا مدرب، هو اول واحد قدمني ان مدرب مع كابتن عادل عبد الفتاح طبعا بطوله كره السله يعني. طيب معايا حبيبك كريم ابو حسين، عايز يصيطك شويه. اهلا حبيبي. وعماد درباله مشرفني في الاستوديو برضه. حبيبك يا كابتن. اهلا اهلا، ان شاء الله عليكم. اهلا حبيبي، رحب بك يا الصوره، منور يا حبيبي، ومبروك وبالتوفيق يا رب، ونتمنى لكم دايما التوفيق في اللي انتم ماشيين فيه. ياسر انتم عاملين شغل هايل جدا، بس انا عايز استغل الروح دي، وعايز استغل الحاجه اللي انتم فيها دي بس، ونعرف برضه الناس ان انتوا الطريق مش ممهد ومش مفروش لكم بالورد. انتوا عندكم مشاكل وعندكم مستحقات، وعندكم لكم مستحقات فلوس كتير، زي اليد، زي الكوره، زي لكن انتوا ما شاء الله قادرين تفصلوا دوت. انا بتمنى يعني انت برضو يعني بتمنى من المجلس الموجود دلوقتي او اللجنه ان هي برضو يعني تقرب منكم شويه، يتم تخصيص حد يكون ذو فكر وذو عقليه تحس
بقيمه الالعاب الصالات في نادي الزمالك ملوك الصالات ويدرس التجربه اللي حصلت للكوره ويبتدي كمان يقعد مع الناس ويسمع منهم لان الناس دي مهما كانت مستحقاتها انت ممكن تحل ثلاث مشاكل بتوع اليد والسله والطايره بلاعب واحد وتفكهم بلاعب واحد في كره القدم بالزبط. فلا الناس دي سعدانه والناس دي دلوقتي هي اللي رفع اسم نادي الزمالك في السماء بتمنى لكم التوفيق يا رب وان المشاكل دي ان اللجنه تقدر ان هي تحل الموضوع ده قبل ما يحصل اي حاجه لا قدر الله مثلا تاثر على المستوى دوت انا لسه امبارح والله كاتب بوست بقول لهم ما تعرفوش حد يا جماعه ان الناس دي متصدره وان الناس دي ماشيه كويس سيبوهم كده متداريين عشان ربنا يتمها على خير لا انا عايز اقول لك على حاجه انا عايز اقول لك على حاجه الحمد لله يمكن انا طبعا ابن النادي يعني طبعًا. النادي ده بيت طبعًا. احنا اول حاجه في الفرقه دي بسنا فيها روح البطوله وروح المكسب وروح فانيله نادي الزمالك بالظبط فيمكن الامور الماليه والمتاخرات والحاجات دي كلها شوف هي موجوده في كل مكان نعم. عندنا في النادي يمكن النادي عدى بازمه شويه الفتره الاخيره لكن انا اقول لك بامانه انا يمكن اكثر واحد في جهاز كره السله متواصل مع مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي اللجنه اللي موجوده وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدر ندي مستحقات اللعيبه على قد ما نقدر في الامكانيات المتاحه ويمكن اللعيبه بتاعتنا مساعدانا على كده لان انت طول ما انت بتحب النادي ده ممكن تتغاضى عن حاجات كتير بتحصل يعني صح بالظبط لكن اقول لك بامانه يعني اذا كان اللواء عماد او المستشار هشام ابراهيم المستشار هشام ابراهيم او اللواء عصام المستشار هشام ابراهيم بامانه كلهم يعني ملتفين حوالينا وبيحاولوا يعملوا جاهدين اي حاجه ان احنا ما نبقاش عندنا مشكله يحصل ضرب في الفريق ويمكن اجتمعوا بالفريق كذا مره واتكلموا معاهم ومعايا انا شخصيا دايما يعني فان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا بقول لك المستحقات دي موجوده عشان كمان فريقنا المستحقات دي هتدفع وفي جزء منها الدفع يعني وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هيبقى احسن ونتمنى نادي الزمالك دايما هو نادي البطوله وتاريخ كبير يجب كلنا نحافظ عليه الله عليك يا ياسر خلص ليه طلب يا صوره ليه طلب معلش بعد اذن استاذ صبحي يعني اتمنى نادي الزمالك عنده تمرينه بكره اعتقد او يعني اتمنى ان انت تاخدوا اللعيبه وتروحوا تمرين كره القدم وتقفوا مع اللعيبه وتحمسوا اللعيبه وانتوا بقى اللي تقوموا بالدور ده الدور اللي هم كانوا بيقوموا بيه لا هم محتاجينكم برضو الفتره دي زي ما استاذ صبحي في المقدمه كان بيقول والله العظيم بجد يعني احنا الناس بتقول اللعيبه تروح الصالات لا بعد اذنكم انتوا كابطال ككبار روحوا انتوا لعيبه نادي الزمالك وعرفوهم تيشيرت نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك ولو معاكم عصايه سحريه يا كابتن ياسر ان شاء الله لعيبه الكوره اكيد بتدرك تماما هي بتلعب فين هي بتلعب في نادي كبير يعني طبعًا. نادي الزمالك ده تاريخه كبير روح حلوه يا ياسر هو ده اللي بيفرق طبعا لما تطلع في الخليج وفي العرب نادي الزمالك ليه جمهور غير عادي بره مصر فان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله فريق الكوره يرجع لمساره الصحيح ويبقى فيه مكسب وربنا يسهل البطوله الافريقيه طبعا هي صعبه لكن مش مستحيله ان شاء الله ربنا يسهل وكلنا في ظهر النادي وفي ظهر الفريق كله لان انا قبل الباسكت احنا كلنا في ظهرهم وداعمين يعني. ليهم برضو خلص موسم السله يا ياسر لان بعد ما تخلص باذن الله انا لك مع كارترون ماشي اه والله ايه ده ازاي شرفت النهارده يا ياسر مكالمه رائعه جدا وانا سعيد انك كنت موجود معانا ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كره السله في نادي الزمالك في نقطه مهمه في البتاعه دي عشان برضو ما نعديهاش يعني يمكن انا ما تعمدتش ان انا اوصرها والكابتن ياسر معانا ان لما تتكلم يا استاذ صبحي على فريق بالانجازات اللي حاصله في نادي السله ده ما نقدرش ننكر خالص دور المستشار مرتضى ومجلس ادارته في التعاقد مع اللعيبه دي المحسوبه له وهو سايب الفرقه كامله متكامله يعني ما اقدرش اتجاهل دور احمد عادل عبد الفتاح اللي عضو مجلس الاداره المشرف على القطاع ده اللي لحد الان على تواصل دائم وعلى مع الالعاب الجماعيه مع الالعاب الجماعيه ومع ياسر كمان ان هم اصدقاء يعني احمد عادل زي انا حتى احمد عادل مشجع درجه ثالثه وياسر ده مشجع درجه ثالثه لذلك انا قررت اسمهم ببعض لا ياسر يعني انا احمد عادل عبد الفتاح ده مشجع بطريقه غير عاديه انت خليت عماد يتنفس وسعيد انه بعيد عن طنطا ومخالفات طنطا لا يلا استنى يا عم انت اللي دخلت كابتن ياسر قبل ما اقول انا اقول لك انت اللي دخلت كابتن ياسر انا عارف ان عندك ارقام وعندك حيثيات وعندك ناس منعت خليك ياسر انت خلاص والنبي انت عندك الاهم والله العظيم علق وبعدين يقول ماشي مهمه جدا طيب. كمان اللعيبه عندنا في مصر والمدربين ما بيعرفوش يتكلموا
ياسر عبد الوهاب الله اكبر وهو بيتكلم دلوقتي تحس ان انت مستضيف مذيع بيتكلم دكتور نفسي ما شاء الله عارف يعمل شغل مع لعيبته محضر كلامه قوي يا كريم ومنطلق جدا وعارف بيتكلم في ايه انت لما بتستضيف لعيب او مدرب عموما يعني في مصر بتلاقي يقول لك الحمد لله احنا كنا كويسين الحمد لله احنا مش عارف عمل طبعا يعني لازم نحمد ربنا على كل حاجه لكن طبعا. بتلاقي مثلا قال 50 كلمه منهم 49 كلمه الحمد لله بتتكرر في الكلام فالراجل طبعا ما شاء الله عليه صحيح في 100 مليون جنيه مخالفات في طنطا اه طبعا بص يا سيدي الموضوع خلينا اللي قلت الخبر فاهم لا لا انا اللي هقول انا اللي هقول انا مديك ورق على فكره بتاع الجهاز هيعرضها لنا احمد دلوقتي بره كده هيعرضها لنا قول لي حكايتها ايه المخالفات دي احنا الموضوع ان نادي طنطا سنه 2019 وانا قبل ما اتكلم انا ما عنديش اي مشكله مع شخص اي حد من مجلس الاداره انا الناس دي بحبهم جدا استاذ فايز بنعتبره ابونا في نادي طنطا وراجل ليه انجازات جامده جدا صعود عندنا تقريبا فرق الجامعيه كلها كانت بتلعب دوري ممتاز فريق الطايره عامل شغل حلو قوي في الدوري الممتاز فريق الباسكت فريق كره القدم برضه ماشي الزمالك الكبير عنده المجلس اتحل عامل يعني عامل شغل حلو جدا عندنا اهو الجواب اهو اللي فيه ده مختوم رسمي وفي طبعا ده الجهاز المركزي للمحاسبات ده الجهاز المركزي للمحاسبات طب على اي اساس بقى المجلس ما اتجمدش او اتحل ما انا اقول لك بقى قول لي بقى انت بتوقعني في غلطه قول لي بقى يلا انا مستعجل ماشي المجلس اكتشفنا عنده من 2019 مخالفات ب 100 مليون جنيه طبعا انا عايز اقول لك ان النهارده وانا بكلمك دلوقتي حالا مجلس اداره نادي طنطا احنا علينا 17 مليون جنيه يبقى 117 ماليش دعوه بقى انا ما اعرفش دي معاهم ولا مخالفات على دين يبقى 117 مخالفات ب 117 مليون طيب. ديون حلو. على نادي طنطا طبعا غير ان احنا اكتشفنا ان في سلف طالعه على الناس طبعا الكلام ده كله معاك في الورق ده هتلاقي سلف طالعه على الناس في سلفه طالعه ب 5 مليون سلفه مش عارف ايه الارقام الغريبه دي طبعا مجلس الجهاز المركزي للمحاسبات عشان هو ده بس ده تقرير الوزاره والمركز بس عشان يبقى مش ورقك يعني لا لا مش ورقنا ده ورق رسمي انا مش عندي احنا بنجرب ورق يعني لا لا انا بقول يعني هو يوضح ان الورق ده بتاع كذا يعني دي جهات رقابيه جهاز مركز محاسبات جهات رقابيه بص احنا لسه بنتكلم في اهلي وزمالك طلعت ارقام وطلعت ورق مختوم مدان على فكره عندنا لسه المجلس مستمر عندنا تقرير بمليار برضو مش عارفين مصيره انا عايز اعرف ليه المجلس مستمر دلوقتي انا لما انت تطلع لي 100 مليون في نادي زي نادي طنطا لو انت طلعت ال 100 مليون دول على مرتضى منصور ده لو فرضا يعني طلعتهم على نادي الزمالك دي مستحقات لاعب ولا اتنين لاعيبه في كره القدم انما 100 مليون بقى نسبه وتناسب في نادي زي طنطا رقم رهيب تتخيل ان فريق كره القدم مثلا بتاعنا تعاقداته كلها ممكن ما توصلش مثلا 15 مليون جنيه فانت لما تتكلم في 100 مليون جنيه ده رقم رهيب ولما اقول لك ان احنا عندنا العمال بتوعنا في نادي طنطا ما بيقبضوش بقى لهم 3 شهور وهم اصلا بيقبضوا مبالغ بسيطه جدا وناس غريبه غلبان احنا بنحتك بيهم دايما عندنا في النادي عندنا برضه طب انا عندي معلومه عمده انه كان النادي فعلا في طريق لحل مجلس الاداره بس الكلام ده اللي احنا عرفناه في ناس اتدخلت طبعا علشان مين بقى الناس دي والله اللي احنا عرفناه كان الدكتور مجدي ابو فريخه أيوة. وكان الكابتن احمد شوبير هم اللي اتدخلوا اخواتهم في مجلس الاداره اخواتهم جوه عصام شوبير طبعا كابتن عصام طبعا كابتن عصام برضه شخصيه طبعا لا احنا ما بنتهمش حد على مجلس عنده مخالفات انا بتكلم على اداء مجلس مش على اشخاص لان كلهم يعني كابتن احمد شوبير ممكن يكون اتدخل يمنع ده اللي احنا عارفينه حل المجلس علشان خاضوا في المجلس ده اللي احنا عارفينه في نادي طنطا لا يعني انت كلامي ده صح مؤكد ولا ده اللي احنا عارفينه في نادي طنطا مدى صحته ما نعرفوش ده اللي احنا عارفينه لان انا دلوقتي بص بالعقل كده بالعقل انا مديك ورقه يعني وجامد انا مديك ورقه انا مديك ورقه بتقول ان نادي طنطا عنده 100 مليون جنيه مخالفات والجهاز المركزي للمحاسبات اللي هي الجهه الرقابيه الاولى في مصر اقرت الكلام يبقى الكلام المفروض بالمنطق وبالعقل وبالقانون حل مجلس الاداره خلاص مفيش كلام تاني حاله الورقه ده كمان لنيابه الاموال العامه بس كده خلاص ده الموضوع اللي المفروض ان هو يحصل النهارده ده موضوع منتهي ليه بقى ما حصلش انا عايز حد يديني رد ليه ما حصلش انا اقول لك قول انت بقى كريم عشان غض الطرف وعشان عدم المساس اوبا طب ده الكلام ده مع النادي الاهلي نادي طنطا لا حتى الكلام ده لا ما هو ما انت قلت ذكرت شخصيه كبيره اعلامي معروف حبيبنا الكابتن احمد شوبير قلت انه موجود وتدخل علشان اخوه في المجلس ما هو ده اللي قصده كريم عادي يعني مش مشاكل فاهمني ارجع تاني بقى للزمالك يا كريم معاك انا يمكن قلت في الانترو انه لعيبه الزمالك اللي خرجوا من النادي مسجلين 22 هدف نادي الزمالك مسجل 17 هدف من يناير لحد النهارده المشكله فين هل في العين اللي فرطت في اللعيبه ولا كانوا مضغوطين في النادي مش واخدين فرص ولا ايه بالظبط بس الصبحي ما نقدرش حضرتك احنا دلوقتي واحنا قاعدين دلوقتي كده لو انا وعماد قمنا ومشينا وسبنا حضرتك الحلقه هيختل التوازن بتاعها طبعا لو حضرتك قمت الحلقه باظت خلاص وانتهت والمخرج ينزل بالتتر وشكرا على انتصر مشي وما باظتش لا بدي محاضرات دلوقتي هو كويس ان هو مش موجود النهارده منتي طبعا احنا مفتقدينه جدا طبعا انا قاعد لوحدي من ساعه ما بدات كده برضه زملكاوي اصيل ووقف جنب نادي الزمالك ودافع عن نادي الزمالك كتير جدا وتحارب كتير جدا ومازال لا انا بقول لك يعني عشان برضه بعد بعض
قيل والقال يعني اللي بي اللي بي بيتنا يعني متكسر وراجل يعني لا راجل كلمه وعنده موقف يعني ما بيتغيرش ولا بيتحول محترمه جدا. انا مش هو مش موجود عشان انافقه وانا بقول الكلام ده في غيابه، يمكن هو كمان ما بيتفرجش علينا دلوقتي، مش هتلاقي عنده عنده محاضره ولا حاجه. لا عايش في اسكندريه على البحر براحته بقى ربنا يسعده. لا يعني بس المقصد يعني ان يعني بلاش جلد الذات دوت، وان احنا يعني سيوفنا حامية قوي على بعض يعني. نسيت السؤال، قول السؤال. كنا بنتكلم في اللعيبه اللي مشيت من الزمالك مسجله اكتر من كل لعيبه الزمالك من هنا للمغرب. انا كنت بقى انا بربط ليه، بقول لك ليه معايا يعني مصطفى محمد لما يجيب 6 جوان، وعمر السعيد 5 ومصطفى محمد 5. عمر السعيد 5 هم ما جابوهمش من ساعه ما انضم للزمالك، هو فيهم برضه ضربتين جزاء وبتاع. بس ولا بص بقى، انا برضه في النقطه دي انا مش هتكلم فني وعماد موجود عشان ما انا هنقل على عماد. يعني ايه، في لعيبه الكيمياء بتاعتها بتمشي مع انديه كبيره، اهلي وزمالك واسماعيلي والكلام ده، وفي لعيبه الكيمياء بتاعتها ما بتمشيش غير في الانديه اللي هي ما عليهاش ضغط وما عليهاش ستريس وما عليهاش ومش بتنش انديه بطولات، عشان نبقى متفقين. لكن انا ما تجيش تقول لي مصطفى فتحي ينطبق عليه هذا الكلام، لا طبعا ما بتكلمش على مصطفى محمد، انا عارف انا بقول ايه، بتكلم على مصطفى فتحي. ايوه طبعا مصطفى فتحي لعيب كبير ولعيب هاوي في الكوره بلغه يعني زي حماده عبد اللطيف كده. مصطفى محمد انا صعبان عليا مصطفى، لان مصطفى ده كمان معضله من معضلات كره القدم في نادي الزمالك طبعاً. انا مصطفى ده فعلا كان من حق المجلس السابق ان هو ما يفرطش في مصطفى، ومهما العروض اللي جات له الكلام ده كان يعطله وكان يقول له مش عارف ايه ويتمسك بيه ويجدد له ويوعده بعد البطوله، طب استنى الموسم الجاي، طب استنى البطوله، مش عارف مصطفى. لا انا كان ممكن اوافق على رحيل مصطفى لو وفرت بديل مصطفى، ولو كنت وفرت الجزيري ومروان اللي هم دلوقتي يعني سوري يعني ما يلعبوش في نادي الزمالك، والله العظيم انا وفرتهم وبالمبلغ اللي انا استعرت بيه ده واشتريت بيه ده كنت جبت مهاجم افريقي كويس، كنت رجعت السي سي، كنت عملت اي حل تاني الا الحل ده. يعني انت بتلعب ماتش الترجي وبتروح ب 100000، بتروح ب 100000 مش عارف تسجل، بتروح للغزل المحله ب 100000 فرصه، لا خلينا الفني بقى العماد ده بقى ويقول لي انا بتكلم ان احنا النقطه دي عندنا فيها مشكله. لكن اللي حصل في نادي الزمالك مش شويه يا استاذ صبحي، طبعا مش شويه انت طبعًا. يعني لما تجيب قمه الهرم من فوق، يعني لما تجيب الهرم وتقوم جايب القاعده بتاعته دي كلها اللي كل اللي فوقك ده كله انت شايله على كتفك لوحدك وتقوم شايلها، يبقى لازم الهرم كله يقع، لازم اللعيبه كلها يحصل لها الدروب اللي حصل، لازم الفرقه يحصل لها كده يا عماد. فانت ما تجيش انت استنى ما بقاش معانا احمد جمال وتقعد بقى يعني يبقى كاريزما معانا على التليفون وانت قاعد بتتكلم، مش كفايه واخدك منه النهارده؟ لا انا مستني احمد جمال حبيبي يا كاريزما حراق يا حراق. لا حراق منتظر يا معانا يا احمد على الخط ولا ايه؟ الو احمد يا جمال يا بيت في اسكندريه بيبي. ما هو عشان كده منتصر ولا ايه؟ قاعد على البحر يا بيت دلوقتي. والله شكلها مؤامره، انا خدت كريم منه وهو خد مني منتصر راح على اسكندريه. يا احمد يا جمال لو معانا ارد يا احمد قبل ما يجي لنا احمد يعني ان شاء الله يرد او يرجع. انا عايز تحليل فني من عماد كده. اما كريم يخلص خالص اما كريم يخلص خالص انا بقول لحضرتك ايه، انت دلوقتي لما جيت على قمه الهرم وجيت على الاساس اللي شايل النادي ده كله وبعدين على القاعده ورحت مره واحده وقمت ضارب احمد جمال رجع على مسؤوليته. خلاص يلا يا كاريزما يا مساء الفل حبيبي. مساء الفل، ينفع يعني ما تبقاش معانا وكريم هنا؟ يا نهار ابيض، هو انا سايبه علشان يولع الدنيا. هو مولع. انا بقول له من ساعه ما شفتك وقلبي مقبوض يا كريم. طيب كريم ابو حسين هو الفاكهه بتاعتنا يا استاذ صبحي طبعا. طبعا بتاعنا كلنا كريم حضرتك وكل النجوم المخلصين المحترمين ومعانا حبيبك عماد درباله كمان طبعا طبعا. عماد جميل حبيبي، شخص جميل حبيبي وبرضه انسان له اراء جميله جدا حبيبي. احمد يهمني واحنا بنتكلم عن الزمالك تقول لي ايه رايك في المعرض، في معرض السلع او غير المعمره اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك، حتى يمكن عندنا صور ما اتكلمتش فيها مع الضيفين. والله انت موافق على المشهد ده؟ ايه رايك فيه؟ معلش صبحي معلش، المعرض السلع غير المعمره اللي موجود ده، اللي هي المنتجات اللي بتتباع اليدويه الهاند ميد دي، القلل والبتاع، يعني انا شايف ان المشهد لا يليق بنادي زي نادي الزمالك. افترض يبقى له حاجه على جنب كده متغطيه وبتاع، ينفع المشهد ده؟ معرض موجود في نادي الزمالك فيه قلل؟ انت ما شفتوش يا احمد؟ يبقى انا سبقتك بقى. احمد اتفرجش، احمد ما عندوش سوشيال خالص. الصوره معانا على الهواء، شايف يا احمد المبيعات؟ لو ما شافش الحمد لله. بقول لك الحمد لله ان انا ما يعني مع كامل احترامي طبعا لمن يمتهنون مهنه ان هم بيصنعوا الفخار والقلل والحاجات اللي احنا تربينا عليها، لان انا انت عارف ان احنا من بيئه ريفيه طبعا او صعيديه ايا كان الامر، طبعا هي مهنه محترمه وكل حاجه، ولكن نادي الزمالك ماله مال الكلام ده؟
بص انت لو معانا شايف فاتح يعني بس فاهمه بس ما شاء الله معلش يعني. فاهم احمد بس القصه عشان ايه احمد ده معرض زي كده المعارض اللي بتتعمل حبيبي عندنا زي مثلا في السلع الحاجات اللي هي السلع المعمره يعني معرض كده برضه هو بيتعمل هي بس احنا الاخذ الوحيد على هذه النقطه ان المعرض اتعمل في قلب نادي الزمالك مش في سرادك مثلا اول جنينه وانت داخل على الشمال المنظر ما كانش لطيف بس المنظر ما كانش لطيف بس يعني هو ده المقصد يعني طب هو بص يا كريم يعني عشان بس نكون بس احنا واضحين مع جمهورنا اللي بيتفرج علينا ودايما احنا نكون واضحين مع الدنيا كلها تمام وهو ده امتداد لمشهد اصبح معتاد بالنسبه لجمهور نادي الزمالك اللجنه التي تدير نادي الزمالك في وادي وجمهور نادي الزمالك في وادي اخر بالظبط انا بتكلم دلوقتي بصفتي كمواطن مش كاعلامي مواطن احب نادي الزمالك اللجنه التي تدير نادي الزمالك وهي لجنه شكلها وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي مرارا وتكرارا نقول لهم كل الاحترام بس ايه علاقه هذه اللجنه بالاداره الرياضيه بالظبط ايه علاقه هذه اللجنه باحلام وطموحات جماهير نادي الزمالك ملهاش واحد هيقول لي اصل هم زملكاويه انا عارف ان حضرتك زملكاوي بس ماذا قدمت لنادي الزمالك على الصعيد الاداري او على الصعيد الرياضي علشان اقول لحضرتك برافو عليك انا اول واحد اطلع احييك بقى كاعلامي صح انا ايه اللي حضرتك قدمته لي هل قدمت لي فكره خلابه جديده تدر مداخيل لنادي الزمالك ولا حضرتك طالع كل 3 ساعات بتطلع لي بيان احمد في برنامجك انت كلمت في الاسبوع اللي فات وانا يمكن كنت ضيف معاك وكشفت ان في اتصالات بين السيد زيزو احمد سيد زيزو والنادي الاهلي مدى صحه هذه المعلومات ايه وتدينا تاكيدات في البرنامج النهارده بص يا استاذ صبحي طبعا انا يعني كريم ابو حسين وهو طبعا صحفي كبير ودؤوب ويعلم كل كبيره وصغيره وله مصادره بالنسبه لزيزو انا هتكلم على فكره ان زيزو حينما يتفاوض مع النادي الاهلي او غير النادي الاهلي بيراميدز مثلا زيزو لم ياتي له عرض اماراتي كما صدر للاعلام لان لو كان هناك عرض اماراتي فعلي والكلام ده نادر شوقي يعلمه تماما كان العرض على الاقل احنا شفنا له فاكس ولا حاجه طبعا من العين من الوحده من اي نادي من اهلي اي نادي من الانديه اللي موجوده في دبي اما بالنسبه للانديه المصريه وتحديدا النادي الاهلي كون ان هو بيقول ان هناك عروض وان في ناس وسطاء تفاوضوا مع والده وهو طبعا له مني كل الاحترام ولكن انا لو من اداره نادي الزمالك لو ان هذا الامر حتى على سبيل الشائعات وما حدش يزعل من جمهور الزمالك اللي بيحب زيزو في هذه الفتره الحساسه انا واحد من الناس اللي انا ممكن اقول اتفضل يا زيزو انا اوديه بعربيتي لحد النادي الاهلي لو حب انه يروح النادي الاهلي ما هو ده هيبقى افضل من انه يعمل كوبري زي كوبري كهربا وينتقل برضه بطريق غير شرعي يا فندم النادي ويعمل احتفال جماهيري تاني احمد بين الاهلي والزمالك يا فندم ماذا قدم زيزو النادي الزمالك غير ضربة الترجيح اللي عملها في الكونفدرالية؟ لا لسه بدري نادي الزمالك اسم كبير وأي حد يتشرف أنت جايبه من أوروبا يعني ما كانش بيلعب يعني مع كامل احترامي اللي يعدي من جنب سور نادي الزمالك يتشهر معاك قبل نادي الزمالك مع كامل احترامي هو زيزو إيه اللي يفرقه عن كريم طارق لاعب طلاع الجيش وبتروجيت و خلي بالك انا اعرف انه مع كامل الاحترام على فكره انا لا انا يعني كريم طارق ممكن يكون بالنسبه لي انا افضل جدا لعيب مهم جدا جدا ممكن يكون عمر كمال عبد الواحد بالنسبه لي انا افضل من زيزو خلينا اقول لك زيزو لما جه يا كاريزما كمان هو لعيب كويس بس مش ايمن حفني هو لعيب كويس بس مش اونجم هو لعيب كويس بس مش اوباما هو لعيب كويس بس مش بن شرقي هو لعيب كويس بس مش امام عاشور خليني نقول هو زيهم والله يا قل انا عايز اقول لك ان المشرف العام على الكره السابق اتعرض لانتقادات حد عندما تعاقد مع زيزو يعني بعض الناس قالت له انت جايب الراجل ده منين انا مش سامع كويس بس هو انا بالنسبه لي يعني لو انت بتكلمني مثلا عن بن شرقي وهناك احتمالات لانتقاله للنادي الاهلي طبعا انا هقول لك لا ده كده الاهلي بيعمل صفقه مرعبه طبعا لو قلت لي مثلا ان اوباما من الممكن ان ينتقل للنادي الاهلي طبعا من حاجه جمهور الزمالك بيزعل او ساسي لو قلت لي مثلا ان ساسي اقول لك ماشي لو قلت لي امام عاشور موهبه مصر القادمه هقول لك لا ده هتبقى قنبله انما مع كامل احترامي لامكانيات زيزو هو لاعب جيد وانا عيني وراسي من فوق ولكن هو مختصر الكلام هو لاعب جيد انما لاعب نادي الزمالك اللي هو يصنع الفارق هو دائما وابدا ما ابحث عنه في امام عاشور في اوباما في بن شرقي في ساسي
مصطفى فتحي لو عاد لنادي الزمالك، شيكابالا طبعا نجم النجوم، هؤلاء هم من يستطيعون الفارق. اما لاعب جيد بيجري وبيعرف يجري بالكوره بيطلع بيها كورنر لوحده، في ناس بتجري كتير. العاب القوه عندنا فيها لعيبه كتير قوي. احمد انا انت كاريزما وجبت من الاخر، اسعدتنا وشرفتنا ابو حميد ودايما منورنا في 2-0 حبيبي يا فندم. شكرا شكرا ابو حميد. انا كنت عايز اسالك على موضوع 2-0 ده ليه؟ ايه 2-0 دي؟ ما انا وانت طلبتني يوم ما قلت لك على فكره البرنامج انت بس وقلت لي انت جول ومنتصر جول وان شاء الله تجيبوا 2-0 على كل البرامج الرياضيه صح؟ ماشي قلت كده بس ما تخافش تطلع اس يعني هو ده الهدف من البرنامج ان انتوا كل حلقه جيتوا يعني هي جت كده طرقعت يعني. بص انت لازم برضو تفكر بره الصندوق. حلو اقول اوفسايد وضرب الجزاء لا 2-0 جديده واتحدى ان كان في برنامج في العالم غيرنا مش هيجي تاني على بالمناسبه 3-0 وده يميزك زي الزمالك. مفيش فريق في العالم درجه اولى اسمه الزمالك الا الزمالك بتاعنا. يعني الاهلي فيه 80 اهلي مش كده؟ في كل بلد ترسانه فيه 100 ترسانه منها الارسنال مثلا، في ترسانه في كل دوله، لكن زمالك هو زمالك واحد في العالم. وفي فرق في سوريا مش عارف في لبنان في لبنان. فرق بس فرق صغيره اقصد. رجعنا للمخالفات تاني وباختصار انت قلت لي في شخصيات اتدخلت والغت هذا القرار مصر تحبسهم الى هذا الحد. لا والله بجد الى هذا الحد الكابتن احمد شوبير وهو بره المسؤوليات ممكن يكون له تاثير على صناعة القرار. والله انا 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 ما قلتش ان هو ده حصل في الوتر. الكلام ده اللي الناس بتسمعه في نادي طنطا تمام، مش انا اللي بقوله يعني. مع كل الاحترام طبعا للكابتن احمد، الكابتن احمد حد بعيد عن نادي طنطا يعني. الناس كلها فاهمين ان كابتن احمد شوبير ده حد متواجد في نادي طنطا وبيأثر في قرارات مجلس الاداره، هو ما بيجيش اصلا نادي طنطا خالص يعني. انا اخر مره شفت كابتن احمد شوبير في نادي طنطا كان انتخابات الجمعيه العموميه اللي فاتت يعني تقريبا من 5 سنين هو تقريبا. لا ولما بينزل انتخابات بيحتاج طبعا يكون موجود في طنطا يعني. مش عارف بقى بصراحه، بس هو كنادي طنطا نفسه ما بيجيش عندنا خالص، قليل جدا اللي نشوفه هناك يعني. حته ان هم اتدخلوا بقى والكلام ده اللي انا بتكلم فيه، وما يعنيني اني انا عندي مخالفات تستوجب قرار من معالي وزير الشباب بالزبط. بحل مجلس الاداره كما حصل مع كما حدث مع انديه تانية نفسنا يبقى المكيال وكما واحد. لم يحدث مع نادي الزمالك يعني. نادي الزمالك ما كانش عنده المخالفات ومع ذلك انت عزلت مجلس الاداره وشلته، انما هنا بقول لك في مخالفات واضحه اهي. برده مع كل الاحترام لمجلس اداره نادي طنطا اللي بتربطني بيهم كلهم علاقه طيبه وكلهم احبابي جدا، وما بتكلمش في شخصهم، انا بتكلم في اداء مجلس الاداره في النادي اللي انا عضو جمعيه عموميه فيه. انا في نادي طنطا بمشي في النادي لما بلاقي ورق في الارض بلمه انا والله العظيم، بشيله اروح ارميه في الباسكت، ولو لقيت حد بيرمي حاجه في النادي بزعق له، بتعامل ان النادي بتاعي تعبويا هو النادي بتاعي. معك حق. طيب اسمح لنا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا. بقول للجماهير ان شاء الله فقرتكم موجوده، حضروا نفسكم وسؤال الحلقه هيكتبوا دلوقتي احمد على الشاشه. فاصل ونرجع. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، وارجع لاخويا عماد درباله. وكنا بنتكلم عن لعيب الزمالك اللي فاتوا مكسرين الدنيا، العيب فيهم ولا في اللي موجودين دلوقتي، وايه سبب التفوق الرهيب ده؟ افتكر بس بقى الحلقه تديني القلم عشان القلم ده انا عزيز عليه. يا عماد انت واخده وانت داخل مش عارف ايش الحركات دي، فاكر ان انا نسيت يعني. بص يا سيدي، الموضوع طبعا فني بحت ويتحمله باتشيكو ثم مجلس الاداره. طبعا متفق مع كريم تماما. لا كده يبقى مجلس الاداره ثم باتشيكو. طبعا طبعا معلش انا هو اللي طبعا انا يعني الجزء اللي تحفظ بسيط بس هي لجنه مش مجلس اداره. اللجنه. انا متفق مع كريم في الكلام اللي قاله في الجزء الاداري تمام، لكن انا بقى لما اجي اكلمك النهارده عن باتشيكو تحديدا مش دعوه بكارتيرون دلوقتي، لان انا الفتره بتاعت من شهر 1 و17 هدف دي بتاعت باتشيكو. باتشيكو يا سيدي الفاضل انا كنت ضد اقالته تماما وكنت ضد بقاءه اصلا الاثنين. انا شايف ان هو مدرب فنيا ما كانش عالي، كان كل الناس بيتكلموا يقول لك احنا بنوصل كتير حتى لو مدرب ضعيف اقالته دلوقتي كانت مرفوضه. انا ضد اقالته تماما تماما طبعًا. انا مش مقتنع بيه. انا كنت مهم معاه ان انا اعمل تعديلات في الجهاز الفني بناس عندهم قدرات فنيه كويسه وشخصيه طبعًا. سيبك من القدرات الفنيه، انا عايز مدرب عام عنده شخصيه يتدخل في الشغل في التشكيل وفي التغييرات. اقول لك على حاجه اخزلك بعض نجوم نادي الزمالك الكبار جدا اللي انت ترشحهم وتقول يشتغلوا رافضين يشتغلوا في نادي الزمالك. انا الكلام ده انا عارفه طبعا أنا عشان عارف بس الناس تبقى فاهمه ان انا دايما بقول انا سعيد بوجود اسامه نبيه دلوقتي جدا. اسامه نبيه طبعا الوحيد اللي ضحى بشغله وبفلوس كتير في زد وجاي يشتغل معانا، لكن في نجوم كبار
اخشى انك تقول اسمائهم رفضوا صراحه. لا لا ما كنتش اقول اسماء حد خالص. رفضوا. انا سعيد بوجود اسامه لان اسامه حبيبي وبروح نلعب مع بعض كره، حد محترم وهادي وكلامه قليل وفنيا شاطر وزملكاوي جدا. اه انا سعيد جدا بوجود اسامه نبيه. يمكن ده لو كان حصل من الاول مع باتشيكو يا كريم ومدير فني. ومدير فني. طبعا برافو عليك، هو كان يصلح مدير فني اصلا. ولكن ما علينا، يعني انت دلوقتي حاطط مدرب عام بقدرات وبشخصيه مدير فني، ده الكلام اللي انت بتقوله صح؟ يمكن كان فرق كتير لو كانت حاطط. انا بتكلم على اللي جاي ابن ليه ماشي. كان يصلح قوي لو كان اتحط مع باتشيكو اسامه نبيه، ولكن ما علينا، باتشيكو مشي. الناس كلها كانت بتتكلم في ان باتشيكو بيوصل كتير جدا للجون، وان الزمالك اكتر فريق عنده اكس جي، معدل الاكس جي والاكسبكتد جولز، اكتر فريق في مصر بيوصل للجون. بيوصل للجون تمام. ولكن انا كنت معترض تماما على الكلام ده، لان كنت بشوف ان هو ما بيوصلش بشكل كويس. انا المدرب شطرته قوي في ان هو يعرف يوظف لعبته في الملعب. 90% من نجاح المدرب في قراءته للقدرات الفنيه الفرديه لكل اللاعبين وتوظيفها في فريق. صح. الكلام ده ما كانش حاصل من باتشيكو. مش هدخل في التفاصيل دي، لان انا لو قلت لك على توظيف كل لاعب في نادي الزمالك هتكتشف انه كان عامل مصايب كوارث، مش ممكن حد مدرب شاطر يعملها يعني. ولكن عايز اقول لك في فرق بين نقطتين مهمين قوي يا استاذ صبحي وكريم، برضو يعلق على الكلام. في فرق بين القدره التهديفيه والحل التهديفي. قدرات بقى الفوارق الفرديه، الحلول التهديفيه والقدره التهديفيه. الحلول التهديفيه ان احنا بنوصل بالزبط. بنوصل للمرمى، ولكن القدره التهديفيه دي معناها ايه؟ هقولها لك عن الاهلي. الاهلي عنده مين اللي جايب الاجوان بتاعته السنه دي؟ سيبك من اللي جايبين هدف تحسبهم ليش، انا بتكلم في الناس اللي هم مؤثرين في تهديف الاهلي. مجدي قفشه، معلول، محمد شريف، كهربا، وليد وليد سليمان وحسين الشحات. كام لعيب؟ علي سيد لعيب. تيجي نعد الزمالك عنده كام لعيب جايبين اجوان؟ من بدايه من مصطفى محمد قبل ما يمشي، أوباما، عندي محمود علاء، احمد فتوح، فرجاني ساسي، مصطفى، اشرف عاشور، امام عاشور، اشرف، احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي، اوباما. تمام، غير اللعيبه اللي هم جايبين جون واحد. فانا الزمالك عنده قدره تهديفيه. القدره التهديفيه معناها ان انا عندي موزعين دم الاهداف على لعيبه كتير، بالتالي لعيبه الزمالك. يعني مثلا كان من كام سنه لما كان برشلونه كان عنده الام اس ان، لما كان عنده سواريز وميسي ونيمار ثلاثه، كان الثلاثه يا كريم جايبين 78% من اهداف برشلونه. دي كارثه، دي حاجه مش حلوه ولا عندهم فكره، دي كارثه. ايه اللعيبه دي 78%؟ يعني لو ليفربول عنده الميزه دي ان هو التنوع اللي هو حتى كله بيجيب. اه بالظبط، انما لما تركز في ثلاث لعيبه، معنى كده ان لو لعيب غاب من الثلاثه دول في ربع القدره التهديفيه من الفريق غابت. طب انا النهارده الزمالك عندي، بقول لك في عندي 8 لعيبه بيجيبوا جوان، يعني انا عندي قدره تهديفيه ثقيله جدا. يبقى انا فاضل عندي ايه؟ ان يكون عندي حلول تهديفيه ان انت تقدر توصل اللعيبه دي للمرمى. طب تعالى بقى هديك حاجه مهمه قوي. الزمالك عنده باصات، تمريرات الزمالك تمريرات اضطراريه، مش تغييرات اضطراريه، تمريرات اضطراريه. ضغط نتيجه، عارف يعني ايه تمريرات اضطراريه يا استاذ صبحي؟ انت لما تقعد تتفرج على الماتش، حتى مثلا هتلاقي الكره عند فرجاني ساسي، انت غصب عنك هتقول فرجاني ساسي هيلعب الكره اللي طرحها لفلان، غصب عنك. لان ما عندوش حل ثاني اصلا. كل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك ممسوكه، ما عندوش حلول. تحرك من غير كوره ازمه نادي الزمالك الفتره الاخيره. اديك جبت نقطه، اديك جبت نقطه. مش بس كده، انا عندي النهارده لما الاقي ان كل الفرق اللي بتلعب نادي الزمالك كلها يا راجل، حتى الترجي عمل فيك كده، كلهم متمركزين في الحته اللي قدام ال 18 في قوس ال 18، وانت ما عندكش حلول غير انك ترمي. يعني اللي يتحمل المسؤوليه من وجهه نظرك المجلس المؤقت طبعا، مش كده؟ باتشيكو، ثم باتشيكو، باتشيكو فنياته، ثم اللاعبين يتحملوا جزء كبير من المسؤوليه، ثم اللاعبين ومستقطرهم داخل منطقه الجزاء. ثم يا كريم لما باجي ادور على حد يصلح لرئاسه نادي الزمالك دلوقتي، مع احترامي الكامل لكل الاشخاص اللي ما تقدموش، انا مش شايف. انت بترشح لنا كده شخص او اتنين ممكن يبقوا رؤساء نادي الزمالك؟ مستشار مرتضى منصور. وبعديه مستشار مرتضى منصور برضه. هقول لك بص، طب لو هو نفسه اعتذر. طب بص، لا بص اقول لك حاجه. لما المستشار مرتضى جه ومجلسه جه، ما كانش اي حد من اي اسم تقدر تقوله انه قيود النادي والديون اللي كانت عليه 360 والمليار بتاع الجهاز المركزي للمحاسبات وال200 مليون دولار اللي بره، ما كانش حد يقدر غيره وغير مجلسه في التوقيت ده انه يقبل المغامره دي. اي مجلس اداره هيجي بعد اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مظلوم مظلوم مظلوم. وهنعيد القاره تاني، هنعيد القصه تاني، ان انت هتيجي من الفتره الجايه تبتدي تحط على الكتير. اي حد بيطلع دلوقتي يقول لك انا هترشح، انا داخل، انا خارج، اقف هنا. يعني انا بقول لك، بنقول الاداره الحاليه بعيده عن كره القدم، اداره لا تعرف الكثير عن اسرار كره القدم، مش كده؟ على فكره، فبالتالي على فكرة الاداره صعب عليهم وانا بعذرهم عشان هم بس. ايوه والله ينور عليك. طبعا لا، هم بيطلعوا يقولوا ان الناس بتهاجمنا. لا خالص، انا بهاجمك في الحته اللي انت مش قادر تنجح فيها. اللي يهمني انا، انت يا فندم، انت لو قعدت في مكانك الطبيعي انت تحط دساتير دول
وتعمل لها قضاءها طبعا. انت قامه وقيمه كبيره جدا على الكهنه ممكن، لكن يا فندم مش دور حضرتك انت انك تقعد تحل قصه فرجاني ساسي، مش بتاعتك. طب نفس الدور يا كريم، صح الوحيد صح اللي ترشح دلوقتي او اللي اعلن ترشحه لرئاسه الزمالك مدحت العدل. ما هو مدحت العدل برضو بعيد عن مجال كره القدم، واعتقد ان عقليته في الاداره الرياضيه ممكن تكون مش حاضره يعني. بص يعني هي الـ 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 الكلام دلوقتي برضو عشان في حته المؤامات وحته ان احنا دلوقتي عارف اسمها ايه، فتره الريبه. احنا دلوقتي في فتره نادي الزمالك، انت لحد الان واتحدى اي حد يطلع دلوقتي يقول لي، لان طبعا الموقف مثلا لو انا الموقف اللي احنا بنتكلم مثلا عن المجلس موقفه حسم على فكره برضو عشان الناس كلها تبقى مطمئنه، لحد هذه اللحظه مجلس الاداره مستشار مرتضى كل اعضاء مجلسه يحق لهم الترشح في اي انتخابات قادمه، لو هتعمل انتخابات بكره يخش، لو هتعمل انتخابات شهر 7 يخش، شهر 11 يخش، عشان الموضوع ده الناس كلها عندها شك فيه وفكر ان مفيش اي مشاكل خالص. الناس تخش حتى لو في لو القضايا مكمله الناس تخش، ولما يبقى يطلع حكم بعد كده يبقى نتكلم. يعني دي بس عشان النقطه دي غايبه عن ناس كتير جدا. انا بتكلم دلوقتي ان انت اي حد هيتصدر لمشهد مش بتاعه او منصب مش بتاعه او كرسي بدون مقابل هيفشل قبل ما يبتدي يفكر. عارف ليه؟ اعضاء جمعية العمومية بتاعت نادي الزمالك باتت من الوعي ومن الفكر ومن الخبرة انهم يعرفوا دلوقتي الصندوق ده بقى هو اللي بيفرحني، الصندوق ده هو اللي بيخليني قاعد في النادي مطمئن. للاسف الشديد الزمالك بيفتقر للكوادر الإدارية الرياضية الموجودة خالص. لا الزمالك مش كده، اسمعني بس كده. لو جينا بصينا على اي نادي تاني او حتى نادي منافس هقول لك، بس هقول لك 20 اسم يصلحوا لاداره النادي الاهلي. هقول لك بعد محمود الخطيب. احنا مشكله، لكن دلوقتي انت مشكلتك انك بتبحث عن مرشح. طب هو سالك على اسماء، ادينا اسماء. انا بقول لك في الفتره دي بالذات صعب. ليه؟ انا اي حد دلوقتي هياخد الموضوع على صدره ويخش وفارد صدره هتفشل. لا هي واضحه ان هي صعبه جدا جدا جدا، بدليل لو مش صعبه ما كانش يبقى ده حال جماهير نادي الزمالك. انت دلوقتي لما حليته ووقفت، يعني لما وقفت المجلس ده واستبعدته، انت خليت شعبيته ضربت في 100 ضعف شعبيته. المطلوب بس في نادي الزمالك الحته اللي انت حضرتك بس بتقول ان احنا لا عندنا كوادر، ونادي الزمالك غني دايما بابناء، ولكن يا جماعه صفوا النوايا بقى يا جماعه، كله يقف ورا الصح يا جماعه. قبل كده لما كان بيتعمل لكم دعوات عشان تيجوا بتقفوا مع ناديكم في عز انتصاراته وفي عز قمته كنتوا بترفضوا، دلوقتي اللي انتوا كنتوا تحججوا بيه انه مش انه موجود في النادي ومش عايزين نروح عشان هو بيقول وهو بعيد طب ما هو مش موجود، طب تعال اقف جنب ناديك. طب هو ندع عليك في عز الانتصارات، رفضت العمل في الظروف، ندع عليك في عز الانتصارات وعز الحروب، احنا كنا احنا بنخوض حروب ونجوم كبار، ونجوم كبار لو ذكرت اسمهم جماهير الزمالك هتزعل، رافضين يمدوا ايديهم يا باشا. ولحد الان لحد الان هي في مشكله اللي هي الحته اللي دلوقتي رموز نادي الزمالك كلهم بيقولوا فيها، يعني كانت في ناس بتخش بالمشوره وبتقول الراي والكلام ده كله، لكن لما كان بيتوجه لك الدعوه تعال اقعد معانا، تعال نشوف حل في موضوع اللجنه الاولمبيه ما كنتش بتيجي، تعال نشوف حل في اتحاد الكره ما كنتش بتيجي، تعال نشوف حل في قضايا الفيفا ما كنتش بتيجي. طب اما وان الان دلوقتي الوضع اتغير، تعال يا فندم حتى عشان خاطر الجماهير، تعال يا سياده الرمز يا سياده النجم يا سياده القائد يا سياده اللاعب السابق، تعالوا عشان الفريق. يعني انا بتانى دلوقتي، يعني جماهير نادي الزمالك الثوره العارمه اللي على اللعيبه دلوقتي انا عارف انها هتاخد برده وقتها وهتهدى طبعا. ان احنا دايما جماهير وفيه، جماهير بتقف ورا لعيبتها. احنا يعني لسه زميلي المهندس احمد عثمان ده زملكاوي يعني مشجع درجه ثالثه يعني هو بيتكلم معايا وبيتناقش معايا في حته الاعمال. يا ريت تعمل له مداخله يا احمد لو موجود لما نبدا الجماهير الاستاذ يعني احمد، لا حد مؤذب عندك في وبعدين لا يخشى في الحق لو ما تلاقي راجل عنده كميه صفاء ونزاهه، فهو بيتكلم يعني هو فعلا هو عاتب على اللعيبه، ولكن في نفس دي عامل مبادره وبيتكلم فيها مع الناس كلها ان لازم الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء يا عمده، الفتره دي لازم نقف كلنا حوالين الفرقه، لازم الكل يتكاتف. هو بيتكلم بقى على اعلام نادي الزمالك، صحفيين نادي الزمالك، المنظومه، الرياضيين، اللعيبه، الجماهير، كله يتكاتف. تبتدي اللجنه الموجوده دي يا فندم فكر يا فندم، انت دلوقتي عامل المؤتمر وطالع بتتكلم على المؤتمر، اما وان الفأس وضعت على زي ما الكلام مثلا اللي كان بيتكلموا على الشجره التي لا تثمر تقطع وتلقى في النار. طبعا يا فندم الشجره المثمره اللي حضرتك اتكلمت عليها في المؤتمر يا فندم اتقطعت، اللي كانت بتثمر وكانت بتحدد بالطوب الشجره المثمره اتقطعت يا فندم، فعشان ده اللي حصل. لكن انت دلوقتي لا، انا بقول لك الايه دلوقتي في انجيل متى، الشجره التي لا تثمر ولا تثمر جيدا تقطع وتلقى في النار. تلقى في النار عمده. عايز اقول مستقبل الزمالك في بطوله افريقيا واحنا مقبلين على مباراه، يعني اول مباراه 3 ابريل اعتقد مع المولودية الجزائري، انا شايف الدنيا مش حلوه. يعني انا نفسي اطمن الناس واقول جمله تخليهم عندهم امل، انا شايف المساله بقت صعبه جدا جدا جدا
عند المستوى اللي وصلنا له. ممكن الزمالك ينتظر عدالة بقى، مش هقول عدالة السماء، ده تبقى يعني رحمة السماء ويقدر يرجع تاني للمنافسة. اسمح لي الأول أطبل لك أنت وكريمة وحسين في نقطة مهمة جدا. فضل. حقيقة والله فضل. أنا بحييكم جدا على وفائكم للمستشار مرتضى منصور، وأنكم لغاية دلوقتي بتتكلموا عنه الكلام الطيب والله للحق، والله للحق، رغم نزوله عن الكرسي في الوقت اللي فيه ناس كتير جدا مجرد ما نزل من على الكرسي وهو كان ليه عليهم جمال مغرقهم مدى الحياة اختفوا. صح. حقيقة يعني صح. أنا والله بحييكم، ربنا ربنا يبارك لكم يعني. يقدر يرجع للمنافسة؟ بيلحق. مرتضى ولا اللي كل ما بساله لا لا مرتضى ممكن انا طبعًا. بتكلم على الزمالك في افريقيا ينفع يرجع تاني يعني. احنا كنا في الكونفدراليه ينفع بالمستوى الهزيل والسلام التهديفي والعخم والروح الانهزاميه احنا كنا حصلت الكونفدراليه صح، وقلنا احنا بره. لا بس لحقت نفسك بدري يعني، قالوا علينا كده لحقت نفسك بدري. انت كنت داخل الماتش بتاع بيترو اتلتيكو وعرفت تلحق طبعا في اخر ثانيه يعني جول حميد احداد بتاع اوباما حميد احداد. انت بتتكلم هنا هذا الجون ده، ده هنا في الجون ده اللي انقذنا. لو ما كانش الجون ده جه كنا خلاص احنا بره. وحميد احداد لما رحت خلاص بقى، ما انت الجون ده لما جه احيا فيك الامل طبعا. هي انت دي كانت انت لما جاش هنا. انت في دوري الابطال السنه اللي فاتت كنت شايل 3 من مازيمبي وكل الناس قالت انت مستحيل تكمل، وفي الكونفدراليه كنت انت اخر المجموعه برده وكان شكلنا وحش، وفي الحالتين خدنا الكونفدراليه ووصلنا نهائي افريقيا. مش عايز الناس تتفائل قوي برده يعني، لان فعلا مستوى اللعيبه مش حلو، في انقسام في الصفوف ودي المشكله الاكبر، في انقسام بين اللعيبه وبعضهم. احنا دايما يا كريم حتى لما يعني بندرب بنمسك فرقه بتبقى المشكله الاكبر اللي بتواجه اي مدرب، والكلام ده يقوله لك المدربين في مصر، النفسنا بين اللعيبه موجوده، وللاسف دي حاجه ما كانتش موجوده ايام المستشار مرتضى. انسى ايام المستشار مرتضى، ما كانش فيه لعيب اصلا بيجرؤ يرفع وشه في زميله، في زميله مش في مجلس الاداره. دلوقتي في انقسام في الصفوف للاسف الشديد. انا عندي امل، هو انا ما عنديش مشكله ان انا اكسب في الجزائر. انا ممكن اكسب في الجزائر، ايه اللي يمنع يعني؟ عادي مفيش ما يمنع. هم بيتعادلوا معايا هنا بس بالحاله دي انا ممكن اكسب بالمعنويات دي. هو ده الترجي ممكن يعني. يكسب ممكن يكسب الفريق الجزائري وانا ممكن اصعد. لغايه دلوقتي الامل في ربنا رقميا، الامل في ربنا بس كبير. انت كده بتشحت. طبعا بشحت. انا دلوقتي قايم على ان يعني الترجي يكسب. طبعا طبعا انا اللي حطيت نفسي في الموقف السيء ده، انا اللي حطيت نفسي فيه. هل اللعيبه دي وهي نفس اللعيبه دي؟ ما هي نفس اللعيبه دي اللي خدت الكونفدراليه. احنا ما عندنا، احنا مين اللي مش من عندنا؟ مصطفى محمد والباقيين موجودين. طيب بالمناسبه قبل ما اتنقل بقى لتليفونات الجماهير، طبعا احنا عندنا السؤال على الحلقه احتماليه انتقال زيزو للاهلي، ممكن تبقى شايفه ازاي ده لو تم. كريم عايز اروح معاك بسرعه للمنتخب. منتخب انا غير راضي عن استبعاد اوباما واستبعاد محمد عبد المنصور. أما دون ذلك كمان؟ أما دون ذلك البدري هو حر لأنه بقى في منطقة كويسة. أوباما ومين؟ كلام عن المنتخب. أوباما وعبد المنصف. الكلام عن المنتخب يعني إيه؟ بيبقى أنت بتبقى عندك بيبقى عندك بس يعني إيه في إيه يعني سنة كده إن أنت ما تقدرش تدوس على عليهم أوي. طبعا في إحنا في اعتراضات كبيرة جدا، وغير ده كمان في دونجا. مش بندوس. في دونجا في بيراميدز، في كرامي في بيراميدز، في محمد عبد المنصف. ده انا كنت قلت عبد المنصف اوباما ده اختيار اول. طبعا اوباما يعني يعمل ايه تاني اوباما عشان يروح منتخب مصر؟ ولكن ماشي، احنا هنتقبل هذا الوضع الى ان يجد جديد. كل الدعم للكابتن حسام بدري وجهازه الفني المعاون. طبعًا طبعًا. ولكن الاختيارات يعني 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 اذا كانت في بس هو التجاوزات يعني او الاخطاء في الاختيار قليله المره دي يا كريم. قليله يعني ما عندوش مشاكل. لا يعني انا شايف يعني حتى انت انا عارف يعني معنويا ونفسيا حارس زي عبد المنصف انت كنت خدته، وكده كده انت هتستبعد حارس كنت استبعدته. حقه ولازم يعني كان لازم ياخد حقه، وعلى الاقل معنويا انت دلوقتي في المنتخب الاولمبي ما انت واخد ابن كابتن شوبير صفر مشاركات وخدته بالظبط. يعني انت بتتكلم في مجامله صريحه فجه. وده عبد المنصف، ولكن مع عبد المنصف خد برضه عبد المنصف حاجه حارس قيمه وقامه كبير جدا. تكريم لعطائه وسنه وادائه. ودي لعيبه مصر كلها ان انت هتختار من وادي دجله وهتختار من 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 طنطا وتختار من اسوان وتختار من اي نادي في مصر، انت اي لاعب فيه يظهر انت ده ينضم. انا بتكلم على اني حراسه المرمى كمان بالذات، انت دلوقتي في المنتخب الاولمبي مثلا كابتن شوقي غريب انت واخد 5 حراس، انت هتستبعد منهم 3. هيستبعدهم على فكره. ثلاثة. انت عايز تستبعد يا فندم، هيستبعد 3 ومنهم احمد مصطفى شوقي. لا هو اصلا مصطفى ده خامس ده على فكره. ان انت يعني الناس اللي فرحانه او لما انا افرح بكده، لا دي على فكره دي في عرف كره القدم كابتن عماد مش حاجه جيده ان حارس يكون حارس خامس. ليه بيلعب يكون حارس خامس وعارف اصلا ان الحارس رقم 3 رقم 3 هيستبعد، يعني 3 4 5 مستبعدين، لان الشناوي وهيخش على على عمر وعلى محمد صبحي. اقول لك حاجه بما يرضي الله، اقول لك حاجه بما يرضي الله، يمكن تستغربها قوي على مصطفى شوبير تحديدا. الولد ده مظلوم على فكره جدا. على فكره انا اسمع انه حارس جيد عشان برضه يعني الناس بتقول الولد ده فيه. الولد ده اسمع انه حارس جيد. لعيب مظلوم. انا ما شفتوش. شفته فين؟ لا اراء ناس اطلعوا على ادائه في كتير كذا كذا مدرب حراس اتكلموا عنه. بس هو مشكلته انه شوبير دايما هتبقى لحقه. هي دي المشكله، هو ظلم
على اسم ابوه. يعني الولد ده ممكن الامور بالنسبه له هتبقى عذاب اليم على اي حاجه، الغلطه بالنسبه له عذاب اليم مش غفور رحيم للاسف. يعني هو مظلوم جدا صراحه. لكن انا هقول لك بقى حاجات تانية في اختيارات المنتخب. هقول لك رقم بس على لعيب واحد، احمد ايمن منصور اللي تم اختياره للمنتخب. طبعا احمد لعيب كبير طبعا. احمد لاعب بيراميدز قطع الكره في الدوري هذا الموسم 85 مره، 85 استخلاص كره. اه لا اسمع بقى، اسمع على الكوميديا لسه، ما مش تقليل منه ده انا بحبه جدا. لعيب ممتاز وطبعا يكفي ان هو ابن الكابتن ايمن منصور. يعني شتت الكره 40 مره تمام، وفاز باربع مرات التحام هوائي. ده مين؟ احمد ايمن منصور اللي انضم للمنتخب. تعالى كده اديك ارقام لعيب مثلا زي محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحله اللي مكسر الدنيا. بص يا سيدي عمل ايه، وانا بقول للولد ده مش هيخلص الموسم ده لما يكون ماضي في احد الانديه الكبيره ان شاء الله يكون الزمالك. بص احمد ايمن منصور قطع الكره 85 مره استخلاص، كماتشو قطعها 239 مره. لا 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 تمام. اسمع بقى، احمد فاز بالتحامات هوائيه اربع مرات، ده فاز ب 20 التحام هوائي. تشتيت الكرة احمد ايمن منصور عملها 40 مره، كماتشو عملها 200 مره. انت فين يا كابتن حسام من الارقام دي؟ بص انتوا محتاجين كمان ثلاث حلقات مع بعض، لكن خلونا برضو نشرك معانا جماهيرنا على راسنا. ومعانا الاستاذ خالد النبوي من الجيزه. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك، ازي حضرتك؟ مساء الخير. ازيك يا استاذ صبحي؟ مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. ازيك خالد؟ طبعا يعني مبروك على البرنامج. الله يبارك فيك. ونتمنى كده يعني دعم الزملكاويه جامدين دايما استاذ صبح كده وكل الزملكاويه. ومعانا كريم ابو حسين داعم كبير جدا وعماد درباله. حاجه جميله عندنا مبتعنا استاذ كريم ابو حسين. طبعا ربنا يخليك استاذ خالد. ربنا يخليك. احنا بس مطلب جماهير يا استاذ صبحي، وتحياتي طبعا للكابتن عماد درباله حبيبي خلود حبيبي. يعني طلباتنا بس ان احنا عايزين نوجه طلب جماهير يا استاذ صبحي. اتفضل. من الكلام من الساده الصحفيين او انت خرجت بره سؤال الحلقه بس ماشي يا خالد. على القوام الاساسي للفريق وعايزين تكتيك سري. ده مطلب جماهير نادي الزمالك للجنه المؤقته اللي هو ايه يا خالد تاني معلش؟ الحفاظ على القوام والتدريب. اه الحفاظ على، برافو عليك، انا اتفق معاك في النقطه دي خالد. دي اهم بجد. اه ده اهم مشروع قدامهم فعلا. لا شكرا خالد على المداخله الجميله. معانا حد يا احمد؟ هشام المصري من السعوديه. استاذ هشام اهلا بيك. معاك يا استاذ صبحي. اهلا بيك. مساء الخير كريم ابو حسين. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح الخير عليكم. طبعا انا بالنسبه للسؤال اتكلم عليه، انا عامه هتكلم على العموم بالنسبه لفريق نادي الزمالك. الاب البنت غاب طبيعي، مستوى معظم اللعيبه هيتغير. ليه؟ الاب اللي كان محتاجه كل اللعيبه اللي موجوده ديت دلوقتي مش موجود. كان عنده مهاره زي ما بنقول كده شيكابالا، اسطوره كره القدم. في عندنا كانت اسطوره او مهاره، عنده موهبه قصدي في الاداره. ف بتكتب على زيزو انك انت لو انت عايز تروح نادي الاهلي تروح على نادي الزمالك. احنا مش مخسرين معاك، بس انت اخر سنه تكون في الملعب موجود تأدي وتعمل مجهود دور. لا ولسه يا استاذ هشام هو مرتبط بعقد ممتد الموسم اللي جاي، يعني هو لسه عنده عقد كمان. عقده ممتد لسه. هو لسه موجود في الملعب، لسه فتره الانتقالات لسه مش موجوده. وعشان كده مش مخسرينك ووضع الدنيا الحاجه عشان يشتتوا اللعيبه. انما انا عايز اعرف موجود في نادي الزمالك والعمق خسر مجهود تأدي جوه الملعب وتعمل اللي عليك وتسيب التقدير للمهزوم. وانا عارف ان في ضغط على وقته. هو هي دي اصول الاحتراف يا استاذ هشام. طبعا لما الضغط على وقته نفس القصه دلوقتي، لما الضغط على والد زيزو وانا عارف ان زيزو بيحب الزمالك وعارف قيمه الزمالك عمل معاه لما جابوه من بره. هو عارف مقتنع بالكلام وانا مقتنع كمشجع معاك حق يا استاذ هشام. وفي مثل بيقول كتر الزن على الودان مش عارف بيعلم السحر. امر من السحر. فطبعا يعني وفي عندنا تجارب كتير بين الزمالك والاسماعيلي. عارف انا ايه اللي مخوفني في بيوافق جدا على انتقال زيزو. عارف ايه اللي مخوفني في موضوع زيزو ده؟ التويته او البوست اللي حطه على صفحته. قال ايه؟ نفس سيناريو كهربا بالظبط. قال ايه؟ اول ما انتظروا قريبا المعلومه ان هو طلع نفى وقال لك لا وانا زملكاوي، وطلع زي مؤمن ربنا يشفيه عافيه وباص الشعار والكلام ده بقى اللي بيخوفني انا. مفيش دخان من غير المستوى الشخصي بقى انا. انا ما دام ده حصل اعرف ان ده بقى يكاد المريب يقول خذوه. معاك حق. انت مع انه يمشي بشكل احترافي. والله انا اي لاعب. الحلقه مش على زيزو. طبعا يعني انا بتمنى
يجي اليوم اللي الاهلي يبعت جواب للزمالك انا عايز زيزو، او الزمالك يبعت جواب للنادي الاهلي يقول انا محتاج عبد الله السعيد. ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ ما اوروبا بيحصل فيها كده بالظبط. تلاقي لعيب عالمي وبيلعب في الميلان ويتنقل للانتر، ايه المشكله؟ الحكايه عرض وطلب وفلوس، انا عايز منكم فلان الفلاني وعقده انتهى مثلا ولا ما انتهاش وهخلصه. ايه اللي ليه الشغل بتاع تحت الترابيزه وسفره يحترف بره؟ كوبري ده فوق. ده الترابيزه اتدمرت عندنا احنا، ليه الكلام ده حصل؟ مش دي مش المجلس السابق قال على موضوع كهربا كده وعز تالق قال له هات عرض عايز الكهرباء وخد مع السلامه خد روح الاهلي، انا بقول للاهلي هات عرض وخد اي حاجه انا استفيد فلوس مع السلامه يلا مش هيحصل. هي لازم الانطره شرق دي والانطره غرب ويروح عشان احنا اصلا انا بنتعامل مع الامارات ويرجع على الامارات. فكر قديم قوي 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 اللي كان بيعمله ايام اسلام الشاطر عدل القيعي قديم قوي، نرجع نروح هناك الشارع الجاي وبعدين نيجي من هنا جد السعودي يطلع اسبوع ويرجع تاني على دي بتبقى عمره يعني. ما انت عارف انا لعيب مش هيفيدني ب 3 جنيه مع السلامة يا عم، اتكل على الله. اي لعيب مع الف سلامة حبيبي. طيب. هات فلوس وامشي انا استفيد بفلوسك. طب معانا الاستاذة صافي الديب، اهلا بحضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اقدم لك بس التعازي سيد محمد ربنا يرحمه. الله يخليك. سبحان من ودى الله يخليك. ربنا يسلمك يا بشير. ربنا يخليك. والهضبة عمرو دياب. ربنا يخليك يا استاذ صافي، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه برضو بمناسبه عيد الام. كل سنه وانت طيبه. في رساله بس هقدمها بعد اذنك. نعم؟ يعني قبل تجيب على سؤال الحلقه في رساله بس هقدمها يعني ممكن؟ اتفضلي. دلوقتي انا زملكاويه من 50 سنه، انا عضو جمعيه عموميه. ومن حقي اطالب معالي المستشار النائب العام يطلع لنا بيان يوضح فيه ايه هي مخالفات نادي الزمالك من حقك التي تم تجنيد رئيس المستشار مجدد منصور ومجلس المنتخب من الجمعيه العموميه. من حقنا كاعضاء جمعيه عموميه نعرف ايه المخالفات دي. صح. طيب وبالنسبه لسؤال الحلقه تاني حاجه بالنسبه لزيزو، انا شايفه الاستاذ ده رايي، ده رايي ان في خطه لتفريغ الفريق من اللعيبه اللي تعاقد معاهم المتسول مرتضى منصور وامير مرتضى. وده يبقى كده يمشوا 30 لاعب. يبقى كده يمشوا اللعيبه كلها. يمشوا 30 لاعب. ده القوانين الاساسي للفريق ولازم نحافظ عليه. طبعا. بالظبط. طبعا. لا كلامك مظبوط، اتفق معاكي تماما. شكرا مدام صافي. شكرا. انا عايز بس استغل مدام صافي معانا واقول لها كل سنه وهي طيبه، وكل سنه وكل ام مصريه طيبه بمناسبه عيد الام. هو عيد الام قرب؟ ده بكره. ها انت ما جبتش هديه عشان النهارده؟ الله يرحمها بقى. الله يرحمها. اتمنى عايشه وانا اجيب لها الدنيا كلها. طب كل ام موجوده في مصر كل سنه وانت طيبه، وكل بنت للمدام. طيب طبعا ده المدام دي انت كده خطفتني، حبستك كده خطفتني وقعت وقع. بس هي بتنام بدري مش بتتفرج. انا ارجع تاني للزمالك يا عمده، ايه اللي اختلف فنيا عن الزمالك؟ احنا اتكلمنا عن فتره باتشيكو وفتره الاخ كارترون. على فكره انا مقتنع بيه جدا كمدرب، ويمكن انا شايفه اكثر ملائمه للزمالك من 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 باتشيكو. لكن انا ضد الطريقه اللي رحل بيها وضد الطريقه اللي رجع بيها. لكن خليني اقول لك ايه اللي اختلف. نفس الاسماء ونفس الوجوه، الاداء ضعيف جدا، النتائج تراجعت بشكل مخيف. القمه اللي انت قاعد عليها دي اول مره في يمكن اخر 10 سنين افضل نتائج للزمالك في 10 سنين، ومع ذلك انت مؤهل في اي وقت تنزل من على القمه دي. الموضوع كمان ان ما حدش يقدر يقول ايه اصل كارترون يا دوب اشتغل ماتش واحد فما نقدرش نحكم عليه. اللعيبه كلها انت عارفها واحد واحد، وعارف مستوياتهم وعارف توظيفهم وعارف قدراتهم الفنيه. يعني انت مش حد جديد جاي لسه تستكشف الموضوع، فالمفروض ان انت من اول يوم بتمسك تاني يوم المكنه تطلع قماش. ده اللي انا اعرفه، لان انت كارترون انت عارف اللعيبه بشكل كويس. فانا بستغرب الموضوع دلوقتي بنسبه يمكن 90% اداري ما هوش فني. لان دي فقره الجماهير، هاخد منك المستشار اشرف عمر. معلش اتفضل. طبعا اتفضل. اهلا بيك يا استاذ اشرف. اهلا بيك يا استاذ صبحي. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. اولا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ صبحي. اهلا بيك. وخالص تعزيه اولا. ربنا يكرمك. الله يخليك. شكرا. وتحياتي للخلوق الاستاذ الكريم كريم ابو حسين. انت متاكد انه خلوق؟ لا جدا. انا صديق. انا طبعا ربنا يبارك حضرتك معانا مستشار. ده زملكاوي درجه ثالثه واولى وثانيه ورابعه. زملكاوي حتى بقى يعني. شرف ليا والله. وتحياتنا للاستاذ اعمال. ربنا يخلي حضرتك يا استاذ المستشار. الله يخليك. انا هجاوب على سؤال الحلقه وليا طلب يا استاذ صبحي صغير اقول لحضرتك يعني. بره الهواء ولا جوه الهواء؟ لا لا على الهواء. طب اتفضل. بالنسبه لسؤال الحلقه،
اما يكون حضرتك ماشي ولقيت ولد يعني طيب كده فربيته وكبر وبعدين ابتدى يقل ادبه عليك، مش دي دار مسلمين؟ لا مش قل ادب يعني، يعني كنت قبل اللي قلت جابه من على بابه. لا ادي اجابتي ومش هجاوب اكتر بكده. لا بص، كره القدم ما فيهاش العقليه واللغه دي، بس فيها وضوح. عايز اكمل الزمالك هكمل، عايز انتقل اجيب عرض رسمي وانتقل بادب وباحترافيه. يا استاذ صبحي، كابتن زيزو لعيب الزمالك لغايه السنه الجايه. ايوه انا بقول لسه عقده ممتد للسنه الجايه. الله ينور عليك. لكن ممكن يتخطف منك قبل السنه الجايه. كهربا كان عنده عقد يا جماعه برضه. كهربا كان عنده عقد 3 سنين. وبعدين لو كهربا نفع هينفع غيره. طيب ده اللي طلع. خلصت كده ولا لسه في حاجه ثانيه؟ لسه كنت هقول كده. كهربا بيدور. ربنا ما يباركش. ليا طلب صغير عايز اقول لحضرتك عليه البرنامج يعني. اتفضل. دلوقتي انا ليا فكره كده عاوز اقولها لحضرتك ليه البرنامج. حضرتك بتحط سؤال. بصفتك المقدم. وتحط مثلا رقم تليفون واكتر واحد مثلا يتصل حضرتك تستضيفه في حلقه من الحلقات او اعمل له جايزه وافلس انا. لا مش جايزه، لا تستضيفه طبعا. لا اقتراح وجيه جدا. لا معاك طبعا. لا هي الفكره، خلي بالك احنا قلنا ان البرنامج ده للجماهير واستضفنا جماهير قبل كده ومستمرين فيها يعني. واحنا عندنا ساعه الا ربع مع الجماهير، ده برنامج جماهيري بالدرجه الاولى. اشكرك يا سياده المستشار اشرف. الله يخليك يا فندم، ربنا يكرمك. معانا حازم. منين حازم؟ حازم من القاهرة، أهلا بيك يا أستاذ حازم. حازم. ألو. ألو والله يا حازم معاك، اتفضل. ألو أنا. الصوت في حاجة. طيب شكرا يا حازم، في حد معانا؟ حازم الصوت عنده مش كويس. عندنا مين تاني؟ عندك أمجد جرجس، عندك مين؟ طيب. لحد ما الاتصالات بس. انا بس في حاجه مستفزاني دلوقتي جدا، انا يعني بحكم وظيفتي برضو ان انا في جروب بتاع برنامج كل البرامج الرياضيه، ففي برنامج الماتش دلوقتي، فالاستاذ ابراهيم عبد الله طالع برضو بيردد نغمه مرفوضه جدا يا استاذ صبحي، والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، اي حد من اكبر مسؤول لاصغر مسؤول يطلع يتكلم على جماهير الزمالك ويقول لجان الالكترونيه، اقول له عذرا حضرتك فاهم غلط ومضحوك عليك، مش جماهير الزمالك يا فندم اللي تمشي باللجان الالكترونيه. انا ضد مش السوشيال ميديا الزمالك دي. اللي هي لجان وتتاجر عند حد. لا لا لا. واللي انتوا بتتكلموا عليهم لا بيدوا فلوس لحد ولا اتعرف عنهم في يوم من الايام ان هم بيدوا فلوس لحد ولا بيشتروا حد، وجماهير نادي الزمالك لا تباع ولا تشترى. عذرا يا فندم، انت ما جيتش دلوقتي تطلع. وبعدين اصلا هو احنا مش كنا قفلنا السكه دي؟ مش اللجنه الموقره كانت خدت قرار ان الناس دي ما تتكلمش؟ النهارده طلع بتتكلم لي بتقول لي ايوه لازم يحصل غيره بين اللعيبه. كان عندي علم انه ابراهيم عبد الله طلع، ما كان موقوفين وكانوا واخدين قرار الناس دي ما تتكلمش، وكان قبل منه زميلنا المحترم فيطلع النهارده يشتم في جماهير الزمالك. يطلع النهارده يتكلم تقول لي من وجهه نظري ونظرك يا كريم وعماد ارقى جماهير كره قدم في العالم. لا انت بتقول على جماهير الزمالك زي ما تقول يعني، ده جملتهم مش راسها نظل او فيها في عز عشريه سوداء، ما فيش واحد منهم قال كده. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ لا احنا ده معناه يا كريم، ده معناه ايه؟ معناه ان السوشيال ميديا الزملكاويه بقت بتوجع. بتوجع جدا ومؤثره جدا، وكل كلمه بتتقال بتعمل صداع، قراراتها بتتنفس. لا بالعكس، فانا عيب، انا ارفض هذا الكلام. لا معلش. مين؟ عمر ما جماهير الزمالك اتقال عليها. استاذ ضياء اهلا بيك معانا، ضياء من دمياط. معلش ضياء اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك وحياتك. الله يخليك. هتتكلم في سؤال الحلقه ولا ليك طلب زي اللي قبلك؟ اولا سعيد ان انا معاك حبيبي. ثالث حاجه ربنا يخليك. الصوت يا ضياء. ضياء الصوت يا جماعه عندكم كويس ولا ايه؟ شبكه ها؟ ظبط الخطوط عندكم في دمياط يا ضياء معلش. فيعني طبعا بص، كل دي ادعاءات يعني. انا اتمنى على اي مسؤول في مصر حط ايدك على اي مشكله وابعد عن الجماهير، لان الجماهير هي الحاجه الوحيده اللي بنصدقها، الحاجه الوحيده اللي بتحب النادي بجد، سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي او النادي بدون مصلحة. الناس اللي بتطلع تدفع من جيبها علشان تستمتع وتتفرج، الناس اللي بتفتح الريسيفر عشان شركات الدعايه تشتغل، الناس اللي اقترحت لهم حل عشان التجديد لساسي وعرضوا ان هم يدفعوا من جيبهم عشان يجددوا لساسي. أكثر من هي دي جماهير نادي الزمالك. هي دي كانت فكره جماهير السوشيال ميديا الزملكاويه. ما تجيش دلوقتي انت طالع الثلاثه يعني. بتتكلم ليه؟ مش انت بعت الحلقه بتاعها؟ احنا كلنا بنتكلم على الدعم والكلام. انت دلوقتي ابراهيم عبد الله طالع بيتكلم دلوقتي يقول لك ان في فروق ماليه هي اللي عامله الغيره بين ساسي وبين اللعيبه. يا نهار اسود،
ايه الكلام ده؟ يا نهار اسود الكلام ده يا جماعه هو ده على ده معانا. بس انا برضو انا دلوقتي. بلوم انا بلوم على معالي وزير الشباب لانه هو برضو اللي فتح الباب الموضوع بقى لهذه الاقاويل لما قال يعني. ان في ناس قله ماجوره من ما انا بقول لك انا لما كلامي انا كلامي للكل انا برد على الكل. والله العظيم جمهور الزمالك اخر جمهور في العالم يطلع عليك جدا 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 يعني انا كلام كله برفضه جمله وموضوع. طيب يعني نهد الجو الاجواء سخنت كده شويه. لا اصل حاجات بصراحه يعني غير مقبوله. انا كنت مبسوط جدا جدا من ان هم خدوا قرارات خليهم. انا واحد من الناس بعت للمستشار عماد قلت له في واحد اتنين امنعهم ان هم يتكلموا. انت ازاي مسؤول في نادي الزمالك يطلع يقول لك حميد احداد هيلعب بكره يا حبيبي؟ ده كله بيتكلم كله بيتكلم وكله بيتكلم في الكوره. احنا نهزر. ما انا عشان كده قلت نجيب ياسر ابو هاب نحطه مع مع اه والله مع كارترون. والله ساسي يستحق المبالغ الكبيره اللي بيطلبها. انا مع انه مايسترو لعيب مختلف عقليه مختلفه بس كمان الزمالك مختلف نادي مختلف. احنا لما نادي ساهم في اعاده هؤلاء النجوم للاضواء من مرتين. الله ينور. اما جبنا اشرف بن شرقي وساسي من السعوديه يعني انت مستني عماد يتكلم عشان تقول لي معانا عاصم من الجيزه؟ اتفضل يا عاصم. العاصم اهم. هي فقرته اصل فقرته عشان كده بقطع على طول. طبعا عاصم اهلا بيك. كل التقدير ليهم. الو اهلا بيك. عليكم السلام. الو معاك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصبح اهلا بيك يا استاذ عاصم. خليك يا حبيبي. بص على الصوت سلام عليك. عليه الصلاه والسلام. انا ما راحتش الصوت ان شاء الله. لان الصوت ده بعيد. سامع. الصوت مع رحيل. انا بقول لنا مع رحيل حد. الصوت مش الصوت. انت مع رحيل مين؟ للاسف الصوت برضو مش واضح فالخط فصل يعني. عادي انا ولا اتكلم. لا اتفضل يا عمر. احنا انا بقول ان مفيش لعيب في مصر اصلا يساوي الفلوس دي ايا كان مع الاحترام لكل القدرات الفنيه لكل اللعيبه اللي موجوده في مصر. انا بتكلم انا بقول لك احنا جبنا مصري. انا مالي انا بتكلم على السوق بتاعنا بتاع مصر على سقف تعاقداتنا وقدراتنا الماليه بتاعت الانديه المصريه. احنا لما رحنا جبنا الاهلي رجب حسين الشحات ومش عارف اتكلم في 100 وكام مليون صراحه كان ضرب من الخيال. على فكره 150 مليون ده اغلى من ساسي واغلى من حاجه حاجه مش طبيعيه يعني. بس هو خد كام؟ هو كانت الفلوس مدفوعه على النادي لكن هو خد كام؟ بغض النظر توتال الصفقه على النادي الاهلي كان اوفر قوي صراحه يعني. وصل عامل 180 مليون. يعني انا كنت بقول ان 180 مليون دول اصلا يساووا كل لعيبه مصر بالجهاز الفني بالجهاز الفني صراحه كده كتير يعني. الفلوس دي كتير قوي. احنا جبنا اشرف بن شرقي وساسي وساسي الاثنين جبناهم من السعوديه وكان ضوءهم اختفى. هما الاثنين ما كانوش عاملين حاجه. عارف عارف يا كريم اسوأ ايه في الحلقه دي؟ ان وقتنا خلص. ايه ده الحنه؟ اه والله العظيم انا ممكن نمد ساعتين هوا تاني يا جماعه. هو موضوع ساسي ده موضوع كريم بسيط. انا من حلقه وروعه الحلقه وجمال الحلقه اللي جددوا له بيه بس كده. سهل الموضوع. استمتعت جدا معاكم واكيد جماهيرنا اللي معانا على اللي استمتعوا بوجودكم. كريم ابو حسين الدينامو اشكرك جدا. الهضبه ربنا التاني عشان برضو الهضبه الاولاني زعلش. ما انا سارق منه عشان العين ده سارق منه الهضبه الاولاني. الحلقه انا بعتز بيها جدا جدا وهتفضل موجوده في ذاكرتي. ربنا يخليك. شكرا كريم. شكرا يا عماد. شكرا لكم اعزائي المشاهدين وان شاء الله الاسبوع الجاي نلتقي حلقه جديده و2-0.